مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. وزي ما حضراتكم عارفين، رفاهية الوقت غير متاحة أمام الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وده السبب اللي من أجله أكد لصارتي على استمرار الاستعدادات والتدريبات المتواصلة، ولم يوافق على منح الفريق أي راحة بعد العودة من الجزائر. وأيضا الاستعدادات جارية، والأهمية كل مباراة بنركز عليها كبطولة مستقلة في هذه المرحلة، وبنحاول نفصل بين كل ارتباط وآخر أو مباراة وأخرى سواء محلية أو دولية. وده اللي هنأكد عليه مع حضراتكم من خلال متابعتنا النهاردة في الأهلي ليلة لأخبار الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، اللي بالنسبة له التركيز حاليا منصب على المباراة القادمة إن شاء الله في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل أمام المقصة. بسعد بصحبة حضراتكم النهاردة، وأرحب أيضا بزميلي العزيز أمير هشام. مساء الخير وأهلا بك. مساء النور على حضرتك أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. وأكيد زي ما أنتم تعودتوا دايما معنا، هيكون معنا العديد من الفقرات الهامة جدا على مدار الحلقة النهاردة، وكمان عدد كبير من الأخبار هيكون معنا النهاردة فيما يخص النادي الأهلي بالتحديد، وده اللي بيهمنا، ودايما كمان فيما يخص الكرة المصرية بشكل عام يا أستاذ محمد. بالتأكيد يا أمير، زي ما قلت عندنا فقرات مختلفة ومتنوعة وموضوعات حوارية أيضا أكثر من حوار داخل استوديو الأهلي ليلة، وأكثر من ضيف هنسعد بوجودهم معنا ومع حضراتكم النهاردة في الأهلي ليلة. وزي ما حضراتكم عارفين بنركز دايما على أخبار فريق الكرة اللي ارتباطاته مستمرة وضغط المباريات لا ينتهي والفوارق قليلة جدا، لكن الروح المعنوية العالية والإيجابية هي اللي شفناها أمير في المباراة اللي فاتت في الجزائر بعد تقدم بطل الجزائر في هذه المباراة شباب الثورة على الأهلي بهدف، إلا أن خبرة لاعبينا وروح الفانيلا الحمراء أعادت هذه المباراة للتعادل. وكان زي ما الكل قال، إذا ما قدرناش نفوز خارج ملعبنا ما نخسرش أي مباراة في مشوارنا الأفريقي في المرحلة. بالضبط، يعني أعتقد أستاذ محمد وأكيد الناس كلها تتفق معنا في هذه الجزئية بالتحديد، أن النادي الأهلي بهذه البطولة ودور المجموعات بالتحديد بشكل يعتبر مقبول. أه طبعا بنبقى عايزين كل مباراة أن الفريق يفوز، لكن ده دايما ما بيبقاش متاح في ظل تغييرات جديدة سواء على مستوى الجهاز الفني أو حتى على مستوى اللاعبين وانتداب بعض اللاعبين الجدد والإصابات كتير اللي غايبه. فبالتالي من هنا ممكن نقول النتيجه مقبوله، ممكن كمان الاداء ما يعجبش جمهور الاهلي شويه بالتحديد في الشوط الاول، لكن فيما هو قادم ان شاء الله الاداء هيكون افضل من كده بكتير يا استاذ محمد، وباذن الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يواصل مشواره في هذه البطوله الهامه والغايبه بقى لها كتير على النادي الاهلي. والمره دي مش نوصل بقى النهائي بس، ان شاء الله هناخد البطوله كمان ونروح كاس العالم للانديه ان شاء الله، وده الهدف الاكبر اللي بيركز عليه المسؤولين في النادي، واعتقد هو كمان قمه الطموحات الكرويه لعشاق ومحبي النادي الاهلي في كل مكان. بالزبط. زي ما قال امير، كمان اللاعبين الجدد والجهاز الفني الجديد مع الاصابات الكتيره الموجوده في صفوف الفريق بتتطلب بعض الصبر وبعض الوقت، ان شاء الله نصل الى اعلى درجه من الهارموني في الاداء او التناغم والانسجام بين اللاعبين. وده امر متعارف عليه امير في العالم كله، ان اي فريق في مرحله تجديد او احلال وتجديد أو إعادة بناء بياخد وقت شوية، مهما كان فريق بطل أو صاحب خبرات. النادي الأهلي بيحاول يحقق ده وهو بيكسب وينافس محليا ودوليا، وده أمر بالغ الصعوبة لكن قادرين عليه إن شاء الله، لكن متعارف على هذا الأمر عالميا أن الفرق في مراحل التجديد والتغيير شوية بتاخد وقت لحد ما توصل لمستوى الأداء المعروف عنها. ده أكيد طبيعي، مفيش حد بيتغير من يوم وليلة، مفيش فريق بإمكانياته كلها لو حتى الإمكانيات مش مقبولة شوية، مش بكرة الصبح هنلاقي النادي الأهلي في قمة مستواه إن شاء الله بإذن الله بطريقة تدريجية خطوة خطوة بإذن الله. الفريق يرجع لمستواه المعهود والاداء الجيد واللي كل جمهور النادي الاهلي مستنيه، والاداء ده اللي ان شاء الله هيؤدي لنتائج جيده وايجابيه واللي هي بتتمثل في الفوز بمختلف البطولات اللي بيشارك فيها فريق النادي الاهلي. لكن الفتره الجايه برضه عندنا ملف اخر بخلاف الملف الافريقي، بطوله الدوري، وهي بطوله اكيد هامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره، واحنا عارفين المنافسه فيها صعبه في ظل تواجد نادي الزمالك اللي ماشي بشكل جيد، ايضا فريق بيراميدز ماشي في بطوله الدوري بشكل جيد، وعندهم مباراه الاثنين مع بعض يوم الخميس ليها ان شاء الله هتبقى مباراه غايه في الاهميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي امام مصر المقصه، هتكون في تمام الساعه 5 مساء يوم الخميس، مباراه ان شاء الله ان شاء الله يكون موفق فيها النادي الاهلي ويستعد ليها بكل قوه، وده اللي بيحصل خلال الفتره الحاليه سواء من تدريبات النهارده او التدريبات اللي هتبقى خلال اليومين اللي جايين قبل المباراه مباشره، كل الفريق بيستعد بشكل قوي. ايضا عوده بعض المصابين لصفوف الفريق بالنسبه لمستر مارتن لاسارتي هتدي له فرصه في الاوراق المتاحه بالنسبه له لاختيار التشكيل
الانسب للاستاذ محمد، وده ان شاء الله هيفيد الفريق خلال المرحله الجايه ان شاء الله. ده ينعكس على النتيجه والفوز باذن الله على المقصه يوم الخميس المقبل، وايضا على شكل الاداء اللي اعتقد انه من المباراه الاخرى هيعلى وهيزيد تدريجيا وهيبقى مقنع للجماهير والنقاد ان شاء الله مع حصد النقاط، وده الاهم في المرحله دي. خلينا ننتقل لان احنا لسه هنرجع مع حضراتكم انا وامير بعد قليل مع زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، واخبار وكواليس التدريبات واخبار الفريق واستعداداته والغيابات والعناصر اللي بترجع زي ما امير قال، بعض العناصر المهمه جدا والمؤثره اللي بنكسبها في صفوف الفريق بعد عودتها من الاصابه زي اجاي، وهو لاعب طبعا باجماع الاراء بالغ الاهميه بالنسبه للفريق على المستوى المحلي والدولي في المباريات اللي جايه. خلينا ننتقل مؤقتا لملف الخدمات النادي الاهلي وبرنامج عائلات الاهلي وكل ما يجري العمل عليه من امور مهمه جدا داخل النادي. النادي الاهلي بيجتمع مع مندوبي البنوك لمناقشه تقسيط عضوية النادي، وده أمر احنا اتكلمنا عنه بالأمس مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة في ظل السياسات المالية والإدارية للنادي وتنشيط فكرة التعاقد مع أكبر عدد ممكن من الأعضاء وقبول أكبر عدد ممكن من الاشتراكات في الفترة الجاية في أفرع ومقار النادي المختلفة، وتحديدا تشجيع فكرة الإقبال على فرع التجمع اللي بيبدأ العمل فيه إن شاء الله. وفي اتفاقيات لتسهيل المهمة زي ما قال الأستاذ إبراهيم الكفراوي، هذه اللجنة اللي بيتولى رئاستها بعضوية الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة على تسهيل المهمة، اللي مسافر خارج مصر وحابب يشترك قد يلجأ إلى إجراء أو القيام بتوقيع توكيل لواحد من أقاربه أو أصدقائه أو أي شخص ينوب عنه في المقابلة الخاصة داخل النادي لاتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء عملية اشتراكه في النادي أو قبول عضويته. وأيضا التسهيلات اللي بيعلن عنها النادي مع هذه البنوك اللي بيجري الاتفاق معها حاليا عشان تسهيل المهمة وأكبر مساحة ممكنة من الإجراءات وتيسير إجراءات السداد لأطول فترة زمنية، لأن كمان النادي الأهلي بيعلن عن أن هذه الفترة فترة خاصة جدا في القيم المالية للاشتراكات واللي هتزيد رسميا بعد اقرار هذا الامر من الجمعيه العموميه بدءا من 1 فبراير المقبل. بالظبط، اكيد ده خبر مهم جدا وهي فرصه ذهبيه في الحقيقه لكل الراغبين في الانضمام لعضويه النادي الاهلي ان هم يلحقوا قبل شهر او قبل 1 فبراير ان هم ان شاء الله باذن الله يعني يشتركوا في عضويه النادي الاهلي بالتحديد قبل ما الاسعار تزيد، لان احنا زي ما احنا عارفين فرع النادي الاهلي في الجزيره عشان تشترك حتى الان ب 350 الف جنيه، في يوم 1 فبراير هتبقى 500 الف جنيه، فبالتالي مبلغ كبير طبعا تقدر توفره لو لحقت ان انت تشترك في الفتره القصيره الحاليه. بالنسبه للشيخ زايد من 125 بقى 175 او هيبقى 175 بدايه من فبراير، وكمان فرع التجمع هو اللي هيفضل زي ما هو. طبعا فرع التجمع ده هيكون حاجه رائعه جدا بالنسبه لكل اعضاء النادي الاهلي وكل الراغبين ان شاء الله في التواجد داخل النادي الاهلي، وهو في الحقيقه شرف ما بعده شرف ان انت تكون عضو في النادي الاهلي يعني. وفي اقبال كبير، الارقام اللي اشار لها بالامس في حوارنا مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الاداره، قال ان الارقام الاوليه اسبوعيا الوافدين على الافرع المختلفه فرع التجمع او الجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد للاشتراك في النادي والعضويات الجديده المنضمه عددها أكثر من المتوقع، في إقبال مرضي جدا وله عوائد جيدة، ولكن هو بيطمن أعضاء النادي في كل فروعه المختلفة أنه الحسابات المستقبلية لمساحات الزيادة وفقا للأفدنة أو مساحات الأرض المتاحة في كل الأفرع باستثناء فرع الجزيرة هي اللي بتطمن النادي أنه ما فيش أي ضغط هيحصل على الخدمات أو مستوى النشاط الرياضي أو الخدمة المقدمة لعضو النادي. وده كمان مصاحب لافتتاحات أخرى وعود قدمها مجلس الإدارة في الفترة اللي فاتت مجدولة زمنيا ومحددة بوقت زمني أو تحديد دقيق جدا للفترات الخاصة بافتتاحها، وده كان أهمها طبعا أخيرا افتتاح مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لصالة الجمباز، وهو أحد الملفات اللي كان وعد بيها مجلس الإدارة في برنامج عائلات الاهلي ضمن منظومه التطوير للكثير من مرافق ومنشات النادي، وده امر مهم جدا. مهم جدا، هو مش بس كمان الجمباز، لا تطوير صاله الجمباز وكمان صاله التنس الطاوله، وده شيء مهم جدا ومن ضمن فعلا الوعود زي ما قال كده استاذ محمد، الوعود اللي قالها مجلس اداره النادي الاهلي في توقيت الانتخابات واللي بصدد التنفيذ من خلال طبعا المجهودات الكبيره اللي احنا بنشوفها خلال الفتره دي بالنسبه لهم. بالتحديد صاله الجمباز كانت او كان المبنى نفسه كان سيء شويه في النادي الاهلي، ما كانش يليق اطلاقا بانه يكون مكان داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. ده كان على عهده مجلس اداره النادي الاهلي الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ووعد والواضح ان هو بيوفي بوعده، وده شيء مهم وحاجه اكيد تسعد كل اعضاء النادي الاهلي. احنا عارفين كل لاعبي الجمباز داخل النادي الاهلي هم اصلا من اعضاء النادي الاهلي، فان شاء الله نتمنى كل التوفيق. الافتتاح زي ما احنا بنتكلم حضراتكم دلوقتي طبعا في هذه اللحظات الافتتاح بيتم في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبالتحديد افتتاح صاله الجمباز بجانب طبعا
افتتاح صالة تنس طاولة، ودي بعض اللقطات الخاصة بالمبنى الخاص بصالة الجمباز. في الحقيقة الافتتاح من خلال المبنى أو تجديد المبنى وكمان تجديد الأجهزة اللي كانت قديمة شوية بصراحة، جابوا أعلى أجهزة ويعني أقوى أجهزة تفيد اللاعبين واللاعبات، وده شيء مميز ويدل يا أستاذ محمد على أن تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي في العديد من الاتجاهات، مش بس الاتجاهات الرياضية وتطوير الجوانب الرياضية داخل النادي الأهلي، كمان الناحية الإنشائية والناحية الاجتماعية شيء مهم جدا بالنسبة لمجلس الإدارة. هما مركزين على كل الأبعاد دي، وأنه حتى مع الإنفاق الضخم على كرة القدم والنهوض بشؤون القطاع والفريق في الفترة الجاية وتحقيق طموحات الأعضاء وجماهير النادي، إلا أن ده كمان يسير بالتوازي مع الاهتمام بالملفات التانية سواء الخدمية أو الإنشائية أو الترفيهية في الأفرع وكل ما يتعلق بالتصور. يعني مثلا فرع الجزيرة اللي قال عنه أستاذ إبراهيم الكفراوي أنه ما فيهوش مساحات كبيرة متاحة للتطوير أو للتوسعة، ولكن في حسابات خاصة بقبول العضويات أيضا بالدرجة اللي تتناسب مع طبيعة النادي ومساحته والمساحات المتاحة للتغيير فيها برؤية إبداعية. حتى لو أنا مش هتوسع ما عنديش مساحة بالأرقام أتوسع فيها داخل فرع الجزيرة، لكن أستاذ إبراهيم الكفراوي بيأكد أنه مع اللجنة الهندسية والمستشار الهندسي للنادي والخبراء المختصين بهذا الأمر وبالمباحثات اللي بتجري مع مجلس الإدارة إزاي نستفيد بكل ركن من أركان النادي الأهلي في الجزيرة دون المساس بباقي الأنشطة وباقي الأماكن اللي هي بالفعل متاحة للأعضاء للاستمتاع بيها، ودي بتبقى محتاجة طبعا رؤية غير تقليدية أو خارج الصندوق للاستفادة بالمساحة أو السبيس مانجمنت في أي مكان بأفضل شكل ممكن. خلونا ننتقل سريعا لأخبار فريق الكرة، وزي ما قلنا لحضراتكم الاستعدادات بتجري على قدم وساق، والنهاردة كان في مران بدني قوي جدا للاعبين لتجهيزهم في الساعات القليلة المتبقية لمباراة المقصة اللي قلنا أنها محطة مهمة جدا زي ما قال أمير منذ قليل في مشوار الدوري العام. وعندنا أخبار كمان مبشرة، أمير سعد ومحسن وربيعة بينتظموا في المران الجماعي وهي من الأوراق المهمة جدا للفريق. بالضبط طبعا، زي ما قلنا عودة المصابين هيكون شيء مميز جدا، أهم لما يعودوا المصابين ما يبقاش فيه مصابين تانيين بإذن الله، يعني الحظ شوية يبقى حليف النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. فبالتالي عودة المصابين وتتمثل في الفترة الحالية في سعد سمير وصلاح محسن ورامي ربيعة، وكلهم لاعبين مميزين ودوليين كمان، يعني هيفرقوا مع أي فريق، فبالتحديد كمان يفرقوا مع النادي الأهلي، وتكون بداية بالنسبة لهم للانضمام كمان لمنتخب مصر اللي هيكون عنده بطولة قوية جدا في شهر 6، بطولة الأمم الأفريقية اللي هتقام على ملاعبنا في مصر. بالتالي خلاص هم كلهم خدوا التصريح الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية. سعد سمير بقاله 3-4 تدريبات بيشارك بشكل جيد، حتى والفريق متواجد في الجزائر هو بيأدي تدريباته بالشكل اللي يخليه لائق من الناحية البدنية ان هو يشارك في المباريات. نفس الحال بالنسبة لصلاح محسن وأيضا رامي ربيعة. رامي ربيعة احنا عارفين كان عنده إصابة طويلة جدا شفي منها، وبعد كده فور نزوله للتدريبات الجماعية تعرض لكسر في ايده، الكسر خلاص تلائم والأمور بقت جيدة بالنسبة لرامي ربيعة، مش ناقص غير ان هو يكون لائق بدنيا بالشكل الأنسب اللي يخليه أيضا يشارك في التدريبات. صلاح محسن كان شد في العضلة الخلفية وسعد سمير كان شد في العضلة الخلفية، المهم ان كله او صلاح محسن عفوا كان شد في العضله الضمه، المهم ان كله يكون لائق يا استاذ محمد للمرحله الصعبه المقبله. عندك تحديات كتيره بالتحديد بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا، محتاجين بدائل كتيره متاحه قدام الجهاز الفني بالزبط. سواء في الشق الهجومي او الدفاعي للفريق بالزبط. وبالتاكيد الاسماء دي رجوعها مهم جدا، الخبرات الموجوده، صلاح محسن من الاوراق المهمه جدا هجوميا في الفريق واثبت جدارته بعد التعاقد معاه في فتره قصيره جدا. رامي ربيعه اعتقد يا امير انه باجماع الاراء واحد من افضل المدافعين فنيا في مصر، ولكن طبعا هو مش موفق لكثرة إصاباته، لكن إن شاء الله تكون نقطة انطلاق ويكون يعني موفق الفترة الجاية في ألا تصاحبه الإصابات أو تؤثر على مشواره مرة تانية ويستمر في عطائه مع الفريق، لأن رامي بيكون كمان من اللاعبين اللي بيقال عنهم أنه لاعب جوكر يقدر يلعب في أكتر من مركز، تعانى بيه خط النص كهاف ديفندر كمساك يعني بيقدر يؤدي اكتر من مهمه وبيقدم حلول كتيره للجهاز الفني بالزبط. ولعب مؤثر جدا طبعا، ده فعلا شيء حقيقي، نتمنى لكل اللاعبين كل التوفيق خلال المرحله المهمه المقبله. من ضمن اخبارنا كمان ان مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي بيطمئن على شريف اكرامي حارس الفريق، والشريف النهارده خلال التدريبات تعرض لكدمه قويه كده ما قدرش ان هو يكمل المران بسببها، لكن بعد المران طمن عليه بشكل كبير جدا مستر مارتن لاسارتي، واعتقد ان شاء الله شريف هيكون جاهز للمشاركه في التدريبات بدايه من بكره، وان شاء الله بنسبه كبيره كمان يكون متواجد في القائمه او السكور شيت الخاص بمباراه مصر المقصه. واعتقد سواء شريف او الشناوي او علي لطفي كلهم طبعا حراس كبار، وان شاء الله حتى لو بيمروا مرحله صعبه شويه مفيش توفيق شويه، لكن باذن الله الفتره الجايه يكونوا افضل فنيا باذن الله مع الفريق مع الحاله العامه للفريق ان شاء الله. طبعا بشكل عام اكيد التدريبات التخصصيه في كره القدم امر
كله متعارف عليه، في فرق في العالم استعانت بنجوم كبار لتدريب مجموعه بس من لاعبي فريق من الفرق الاوروبيه سواء المهاجمين او المدافعين، وبيتم الاستعانه بواحد من النجوم السابقين في هذا الفريق. يعني تجربه الفان باستن على سبيل المثال، تجربه لغيره من النجوم انه كانت فرق عندها قصور شويه في الهجوم كانوا بيستعينوا بواحد من افضل المهاجمين في تاريخ الكره، سواء بنتكلم عن هولندا او اي دوله ثانيه او اي نادي من الانديه الاوروبيه، للتدريب في الجزئيه دي فقط. النادي الاهلي بيقوم ببعض التدريبات التخصصيه وبيقسم اللاعبين لمجموعتين، مجموعه بيشرف عليها الكابتن محمد يوسف ومجموعه اخرى تحت اشراف لاسارتي في التدريبات او توزيع المهام عشان التركيز على تفاصيل كثيره جدا في تتعلق او تؤثر ايجابا على تطوير اداء وشكل اداء الفريق ولمسات اللاعبين الهجوميه والدفاعيه، تصحيح الاخطاء او التمركز بافضل شكل ممكن، تقليل نسب الخطا في المباريات اللي بينتج عنها اهداف بتدخل في مرمى فريق النادي الاهلي، ازاي نتفادى ده او نقلله الى الحد الادنى، وايضا استثمار الفرص وعدم اضاعه الفرص اللي بنقول انها مع كثره المباريات المفروض النص فرصة تتحول لهدف مع لاعبين بحجم وخبرات لاعبي النادي الأهلي، وده اللي بيشتغل عليه الجهاز الفني أمير دلوقتي. بالضبط، ده شيء مهم جدا ان انت بتركز على مجموعات من الفريق والخطط والناحية التكتيكية بالتحديد بالنسبة لفكر مستر مارتن لاسارتي والجهاز المعاون في اختيار التدريبات المناسبة بالنسبة لكل اللاعبين المتوفرين بالنسبة للجهاز الفني في الفترة الحالية، وده شيء اكيد مهم، وان شاء الله الامور تمشي بالشكل المطلوب والمرجو بالنسبة لكل الجماهير الاهلاويه. خلينا بس نكمل الخبر ده بتفصيله اخرى، ان كان كمان في تركيز على ان يقوم بمساعده لاسارتي سيباستيان وسامي قمصان من الجهاز الفني طبعا في الجانب الهجومي او في التدريبات الخاصه بالشق الهجومي تحديدا، وتولى كابتن محمد يوسف مجموعه الوسط والدفاع. هو الواضح ان في تناغم في الحقيقه بين الجهاز الفني المعاون بشكل كامل او الجهاز الفني بشكل كامل يا استاذ محمد، وده ان شاء الله هيؤدي للنتائج الايجابيه المنتظره ان شاء الله خلال الفتره الجايه. كمان من ضمن الاخبار، دكتور خالد محمود قال ان في 10 ايام هي اللي بتفصل حسام عاشور عن المشاركه في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. احنا عارفين ان حسام عاشور كان غايب بقاله فتره، الفتره الاخيره كان عنده كدمه في الكاحل او اصابه في الكاحل، ده اللي عطل حسام ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، بالتالي ما كانش بيشارك اكيد في المباريات الرسميه، لكن خلاص زي ما قال دكتور خالد محمود ان 10 ايام هي اللي بتفصل حسام عاشور عن العوده للتدريبات الجماعيه، ومن ثم يشارك ان شاء الله في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي. حسام عاشور مش محتاجين ان احنا نقول على مدى اهميته في صفوف فريق النادي الاهلي، خصوصا في عدد المباريات وتوالي المباريات بشكل مستمر وضغط كمان المباريات في مختلف البطولات. اكيد عوده حسام عاشور يا استاذ محمد هتكون مهمه، اكيد لانه من اصحاب الخبرات الكبيره في الفريق، وايضا اللاعبين او الفرق الكبيره او الفريق البطل زي النادي الاهلي بيحتاج مزيج في الملعب من اللاعبين الشباب والتعاقدات الجديده واللاعبين معدل اعمارهم او متوسط اعمارهم اقل، ودي مجموعه اسماء كتيره جدا في النادي الاهلي النهارده في هذه الشريحه العمريه وبيمثلوا مستقبل الكره في النادي الاهلي، والاستعانه في نفس الوقت باللاعبين الاكبر سنا والاصحاب الخبرات الاكبر محليا ودوليا زي نجم الفريق، نجم خط وسط الفريق حسام عاشور. معانا على الهاتف زميلنا ومراسل قناه الاهلي شريف شعبان، هيكلمنا عن كل التطورات الخاصه باستعدادات فريق الكوره وايضا افتتاح صاله الجمباز والعمل اللي بيجري للتطوير داخل الافرع المختلفه. مساء الخير يا شريف. النور استاذ محمد، تحدي لحضرتك وتحدي للزميل امير والكل. اهلا بك يا شريف. قناه الاهلي في كل مكان. اهم الاخبار اللي حابب انك تطلع عليها مشاهدينا عن فريق الكوره واستعداداته المستمره دون الحصول على اي راحه لمباراه المقصه يوم الخميس المقبل، ومتابعتك كمان للافتتاحات والعمل اللي بيجري على قدم وساق في النادي وفي الجزيره افتتاح صاله الجمباز. استاذ محمد، زي ما تفضلت لا يوجد راحه داخل فريق النادي الاهلي، يمكن توالي مباريات كل 3 أو 4 أيام، مباراة، السفر من الجزائر إلى بلدان أخرى، يمكن النادي الأهلي مكتوب عليه السفر والترحال ومشاركة في بطولات عديدة، وأيضا مطلوب منه الفوز بجميع البطولات. يمكن النهارده كان أول تمرين بعد الرجوع من الجزائر في 4 عصرا يستعد لمباراة المقصة يوم الخميس المقبله باذن الله. اتمنى باذن الله يكون الفوز حليف في النادي الاهلي، وباذن الله يكون في اداء قوي يشرف طبعا كالعاده اسم النادي الاهلي. يمكن كان في اجتماع مع اللاعبين حوالي 5 دقائق للجهاز الفني، وتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره عن اغلاق الملف الافريقي والتركيز فقط في الملف المحلي، التركيز فقط في مباراه مصر المقاصة، التركيز فقط على الحصول على الـ3 نقاط وعلى تقديم اداء مشرف يليق باسم
النادي الاهلي. يمكن كان في جلسه تصوير لبعض لاعبي النادي الاهلي بالزي الجديد، يمكن خلاص يمكن يوم الخميس هيكون في الظهور لملابس النادي الاهلي الجديده اللي هتزين طبعا لاعبي النادي الاهلي. يمكن بعد هذه بعد هذا الاجتماع كان في تدريب بدني النهارده مركز عليه مستر لاسارتي، وبعد كده كان في تدريب تخصصي على الجول، وبعد كده هو طبعا شارك في هذه التدريبات يمكن سعد سمير، رامي ربيعه، صلاح محسن طبعا راجعين من الاصابه، يمكن تاهيل مستمر على الجانب الاخر لجيلاردو وحسام عاشور والشيخ وهشام محمد وباسم علي، يمكن طارق سليمان على الجانب الاخر مدرب الحراس مع شريف اكرامي مع الشناوي مع علي لطفي مع مصطفى شوبير، ولكن النهارده كان في خطه لشريف، وشريف اتفق الجري حول الملعب علشان خاطر يكون لياقته محافظ عليها. كان في تعليمات النهارده كتير من مستر رسالتي في نهايه التمرين، كان عامل تقسيمه صغيره وقفل تقسيمه اكثر من مره، كان حريص ان يكون في توجيهات لخط الدفاع ووسط ملعب النادي الاهلي، وكان حريص يكون في تعليمات مستمره للاعب حمدي فتحي واللاعب السوليه وياسر ابراهيم. الراجل كان بيحفظهم ان لازم الكره الهجمه تكون مبنيه من تحت، ما يكونش في لعبه طويله، تكون في التحضير من الخلف الى الامام، ما يكونش في اللعب الطويل. يمكن مستر رسالتي كان حريص يعقد جلسه مع رمضان صبح يمكن استمرت حوالي 5 دقائق في الملعب، وفي نهايه التدريب ايضا كان في جلسه مع صالح جمعه، يمكن جلسه كانت طويله جدا لفتت انتظار كل المتفرجين على التمرين. يمكن طبعا اللعيبه اللي شاركت في مباراه الجزائر اكتفوا النهارده بتمرين خفيف، باذن الله بنسال الله ان يكون التوفيق حليف لاعبي النادي الاهلي يوم الخميس وكون الفوز من حليفهم والحصول على ال3 نقاط. طيب كمان شريف قبل ما ننتقل لموضوع الافتتاح او صاله الجمباز، امير لو حابب توجه في امور الكره واستعدادات الفريق اي اسئله لشريف اتفضل. انا دايما يا شريف ببقى عايز اسال الاسئله الجمهور بيبقى عايز يعرفها بالتحديد في مباراه النهارده، قول لي مين ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك من اللي تالقوا في التدريبات بشكل كبير؟ يمكن حمدي فتحي لاعب بينتظر مستقبل باهر مع النادي الاهلي، النهارده ميدو بيقدم واحده من افضل تدريباته، ميدو جابر طبعا، صالح جمعه على عائد بقوه، عمرو جمال النهارده لفت الانظار، يمكن ان اجايي النهارده لمساته الساحره، ده لا لاعبي النادي الاهلي الاصرار على الوجوه على الفتره المقبله تقديم شيء يشرف اسم النادي الاهلي، النهارده في حماس في قوه في التمرين، ظهور لاعبي النادي الاهلي بشكل فعلا قوي جدا، ظهور الشناوي بشكل كويس، مصطفى شوبير، علي لطفي، لا النهارده لاعبي النادي الاهلي قعدوا تدريبه قويه جدا، وظهر كذا لاعب بحاله جيده جدا تدعو لطمانينه. تمام اتفضل. هنرجع لقضيه الافتتاحات والتطوير اللي بيجري على المستوى الخدمي والانشائي داخل النادي، وخلينا نتكلم شويه عن رد فعل الاعضاء بعد افتتاح صاله الجمباز او عمليه التطوير اللي بتحدث من الخارج في اسوار المقار المختلفه وداخل الافرع المختلفه داخل النادي الاهلي. يمكن العمل مستمر داخل النادي الاهلي، عائله النادي الاهلي، برنامج الانتخاب اللي مجلس اداره النادي الاهلي وعد بيه بالفعل بينفذ باقصى سرعه، النهارده بيضاف انجاز جديد، تطوير كامل لصالة الجمباز، تطوير شامل على أحدث يعني الأجهزة العالمية، على أحدث المراتب العالمية، السيفتي الموجود في العالم كله النهاردة موجود في هذه الصالة، صالة مكيفة، صالة فيها إضاءة LED مختلفة، إضاءة يمكن تناسب لاعبي الأبطال، يمكن مكان مخصص لأعضاء النادي الأهلي علشان خاطر يكون في مشاهدة لأبنائه وهم بيشاركوا في لعبة الجمباز، مكيف أيضا، يمكن النادي الأهلي نقلة طفرة كبيرة جدا في لعبة الجمباز يمكن في مصر، رئيس الاتحاد كان معايا من شوية طبعا كان حريص الأول رئيس مجلس الإدارة الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب ومجلسه كله بالكامل يكون موجود في افتتاح هذه الصالة، يمكن رئيس الاتحاد اللي اتكلم معايا وقال لي فعلا صرح عظيم بيضاف إلى صروح مصر العظيم، الصالة على أعلى مستوى، صالة يمكن أحدث أجهزة موجودة في العالم، وطلب من مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده أن يكون منتخب مصر له نصيب الأسد في التدريب على هذه الصالة، لأن قال لك الصالة مش موجود زيها في مصر خالص، صالة تدريبية على أعلى مستوى، يمكن البهجة والسرور كان باين على أعضاء النادي الأهلي على اللاعبين المشاركين بلعبة الجمباز في مختلف الأعمار إذا كان بنات أو ولادة، الكل كان سعيد وبيلتقط الصورة التذكيرية طبعا مع الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته ومجلس إدارة اتحاد الجمباز، يمكن حاجة تدعو للفخر إن النادي الأهلي وعد
فأوفى. يمكن الدكتور مهند مجدي في لقاء معايا منذ قليل قال لي الجيل بيسلم جيل، المجلس بيسلم مجلس، بنشتغل على شغل المجلس اللي فات. يمكن المجلس اللي فات ابتدى بهذه الصاله، احنا كان لنا تطوير شامل جدا لهذه الصاله، تطوير كبير جدا، تطوير يمكن طورنا كل شيء علشان حاجه تليق باسم اعضاء النادي الاهلي. جنب الصاله في الاهلي عمل صاله لتنس الطاوله لاعضاء النادي الاهلي، لان كان طبعا من فتره كبيره جدا من سنين في النادي الاهلي كان يوجد صاله لتنس الطاوله او لعبه تنس الطاوله، الاعضاء كانت طالبه حاجه زي كده. بالفعل مجلس الاداره ربى هذه الرغبه وافتتح كابتن خطيب طبعا ومجلس ادارته هذه الصاله، ويمكن كان حريص يشارك في هذه في تنس الطاوله في جيل كده صغير. طبعا المهندس خالد مرتجي والاستاذ الجرحي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن زي ما قلت لك النهارده اعضاء النادي الاهلي على موعد جديد مع التاريخ، على موعد جديد مع الانشاءات. مجلس اداره النادي الاهلي لا يكف، كل يوم في جديد، كل يوم في انشاءات النادي الاهلي. والدكتور مهند قال لي الفترات القادمه ايضا في حاجات للجمباز في مدينه النصر، وحاجه الجمباز الميني للاطفال هيكون موجود ايضا في فرع الجزيره النادي الاهلي. أشكرك جدا على المشاركة معنا والمعلومات ومتابعتك للنشاط اللي بيجري على مستوى فريق كرة القدم أو على مستوى الافتتاحات اللي بتتم أو عملية التطوير داخل الأفرع والمقار المختلفة. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. قبل ما ننتقل مع أمير لخبر آخر، أمير كمان الكلام اللي قاله شريف بيفكرنا بتصريحات سابقة في برنامج الأهلي ليلة المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي، لما سألناه عن معايير الاختيار قال إن في اتفاق واشتراط من مجلس إدارة النادي الأهلي على أن تكون كل التعاقدات على الماتيريال المستخدم، الخامات والمواد المستخدمة والنوعيات أو البراندز نفسها الخاصة بالأجهزة في أي نوع من التجديدات بيتم في النادي أنها تبقى من أعلى كواليتي موجودة أو أعلى خامات موجودة أو أعلى مستوى موجود بالمواصفات الدولية اللي تخلي الصلاة وتجديد أي أدوات خاصة بالنشاط الرياضي أو تجهيزات خاصة بالنشاط الرياضي داخل النادي الأهلي بمعايير دولية ما يكونش في أي خلاف عليها وتكون مفيدة لأعلى درجة ممكنة للفرق الرياضية. بالضبط، ده شيء مهم جدا. كان ممكن إن أنا أغير أو كان ممكن النادي مجلس الإدارة المستشار الهندسي قرر إن هم يغيروا الأجهزة لمجرد التغيير، ما تكونش على بالكواليتي أو بالتقنية الحديثة أو اللي يفيد اللاعبين واللاعبات، لكن هم لا، كانوا مصرين بشكل كبير جدا على استخدام أحدث الأجهزة اللي تناسب وتدي الإضافة بالشكل المطلوب للاعبي واللاعبات الجمباز بالنادي الأهلي. إذا الناس دي إن شاء الله يعني بيشتغلوا بأكمل أو على أكمل وجه في صالح النادي الأهلي وصالح الألعاب المختلفة، مش بس الجمباز، وكل الأنشطة داخل النادي الأهلي. ده شيء مهم ومطلوب جدا منهم طبعا كمجلس إدارة النادي الأهلي، وشيء مفروغ منهم، ده الطبيعي ان هم يعملوه اكيد يعني يا استاذ محمد. الخبر عندنا خبر تاني، عندنا اخبار كتير عن فريق الكورة. طيب خلينا نتكلم عن وليد أزارو. وليد أزارو احنا عارفين ان وليد أزارو عنده مزق في العضلة الضمة، بالتالي هيغيب لفترة كبيرة، يعني كانت تصل لست اسابيع. هو دلوقتي خاص في مراحل معينة من هذه او من العلاج من هذه الإصابة، واحنا عارفين ان وليد أزارو واخد كده كده اجازة واذن من الجهاز الفني بالتواجد في المغرب، بالتالي في متابعة مستمرة من خلال دكتور خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على وليد أزارو هناك في المغرب وكيفية تأديته للبرنامج العلاجي الخاص به عشان يشفى سريعا ان شاء الله ويعود لصفوف النادي الأهلي. احنا لو خدت بالك استاذ محمد طول ما احنا بنتكلم على لاعبين كبار جدا جدا بيتعرضوا للاصابه، واكيد ده بيأثروا على مسيره النادي الاهلي وصفوف النادي الاهلي. لو رجعوا ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا قائمه رائعه من اللاعبين، يعني من اللاعبين اللي في اجماع في الاراء في الوسط الرياضي وفي اوساط النقاد الرياضيين والجماهير كمان انه لاعب مؤثر جدا ومن افضل المهاجمين طبعا غير المصريين، سواء بنتكلم عن عرب او اجانب او افارقه اللي تعاقدوا مع النادي الاهلي او مع الانديه المصريه، بيقدر يستفيد بكل الفرص ولاعب ينقض طول الوقت على الدفاع وبيضغط عليه وسرعته عاليه جدا في الملعب ومؤثر جدا طبعا مع مجموعه اللاعبين المميزين الموجودين في خط وسط الفريق في النادي الاهلي، وبيترجم جهودهم ومهاراتهم الخاصه لاهداف باقصر طريق. ان شاء الله عودته تكون مؤثره بالايجاب وفي اسرع مدى زمني ممكن، والتنسيق اللي بيجري حاليا ومتابعه الجهاز الطبي والدكتور خالد محمود لاخبار وليد وبرنامج علاجه اللي بيخضع له حاليا في المغرب. طيب بمناسبه الاصابات بقى خلينا نقول خبر مهم وعاجل جدا في هذه اللحظات، النادي الاهلي بيوقع عقد شراء جهاز شفائي او جهاز شفاء طبي لخدمه فريق الكره، ودي خطوه يعني
مهمه جدا جدا ان انت تجيب كل الاجهزه وتوفر كل الاجهزه اللي تساعد على الاستشفاء وتساعد على ان اللاعبين يكونوا لائقين بالشكل المطلوب لخوض المباريات دون قلق من الاصابات، وخصوصا بعد الفتره اللي فاتت والحاليه اللي احنا فيها حتى الان بالاصابات العديده المتواجده في صفوف النادي الاهلي. بالتالي كانت خطوه مهمه جدا من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وهو كان بقاله فتره يعني ماشي في او خد خطوات لاستنداب بعض الاجهزه الهامه جدا في استشفاء اللاعبين داخل النادي الاهلي عشان ان شاء الله الامور تمشي بالشكل الجيد بالنسبه للفريق ونتجنب الاصابات. وارد برضو ان يكون في اصابات، لكن الاصابات العضليه دي اللي يعني اللي نحاول نقلل منها، دي بيبقى ليها اسبابها على فكره. لكن الاصابات الاخرى زي لا قدر الله الرباط الصليبي او الغضروف او الكلام ده، دي بتبقى حاجات قدريه، لكن انت في ايدك ان انت تتجنب الاصابات بقدر المستطاع، او تظل الاصابات وارده، وده شيء طبيعي في كره القدم او في اي رياضه بشكل عام، لكن الاهم ان انت تاخد خطوات جيده ان انت تحاول تتفادى هذه الاصابات، وده اللي عمله الاستاذ محمد النادي الاهلي من خلال طبعا تعاقد على شراء جهاز شفاء طبي لخدمه الفريق الاول. هو الجهاز ده كمان المعلومات اللي وصلت لنا من زملائنا في او فريق اعداد البرنامج ان هذا الجهاز هو الجهاز الاحدث على مستوى العالم كله في مجال كره القدم في اعاده او سرعة عمليات الاستشفاء والتأهيل للاعبين بعد التدريبات أو المباريات أو التأهيل البدني أو الاستشفاء البدني بشكل عام للاعب وإعادته لحالته وجاهزيته للمباريات بعد الإجهاد اللي بيخضع له أو بيتعرض له نتيجة لأدائه للتدريبات أو المباريات. وهنعرف تفاصيل أكتر كمان في الفترة الجاية، وبدء تفعيل هذه التجربة في مصر والنادي الأهلي هيكون أعتقد هو الرائد في أنه يقترب أكثر من النمط الأوروبي أو العالمي في تطبيقات كرة القدم العلمية والاحترافية بالتجهيزات الأفضل على الإطلاق اللي بتدخل مصر، وهو من الأندية دايما الرائدة كمان في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في محاولة الاقتراب من الوسائل أو الأخذ بالسبل العلمية والأكاديمية والاحترافية اللي بتساعد على التطوير والارتفاع بالمستوى الفني سواء في كرة القدم أو في أي قطاع رياضي آخر في النادي الأهلي. الجميل يا أستاذ محمد إن كمان الاتفاقية دي تضمنت إن يكون في أبلكيشن خاص، يعني بس الاتفاقية من خلال النادي الأهلي ما كانتش بخصوص فريق الكرة بس، لا هيكون في أبلكيشن خاص لأعضاء النادي الأهلي إن يتواصلوا من خلاله لو لا قدر الله في أي إصابات أو في أي حاجة بالنسبة للأعضاء بشكل عام، يقدروا إن هم من خلال الأبلكيشن ده إن هم يبقى في استشارة مع أطباء عن طريق الأبلكيشن الطبي ده، وده شيء جيد جدا. والرد بيكون من خلال 4 دقائق، يعني أنت لا قدر الله لو عندك مثلا مشكلة كعضو في النادي الأهلي خلال الأبلكيشن تكتب كده تبعت يا جماعة أنا عندي مثلا إصابة كذا كذا كذا، يردوا عليك خلال 4 دقائق. يعني دي برضو حاجة مهمة ومميزة جدا، التفكير مش بس في فرق الكرة لا كمان في أعضاء النادي الأهلي من ناحية الطبية. بالظبط بالظبط، شيء مهم وجيد. وده كان أعلن عنه مجلس الإدارة في الحملة الانتخابية وقبل الانتخابات رئاسة النادي الأهلي، كان أعلن عن أن النادي الأهلي أو قائمة الكابتن محمود الخطيب في الوقت ده ضمن برنامجها المعلن أو كان تحت العنوان العريض كان عائلة الأهلي، كان في خدمات طبية كثيرة مقدمة أو بيهدف النادي الأهلي إلى أنها تجرى بشكل دوري وتقدم بشكل دوري لأعضاء النادي في الأفرع المختلفة. إن شاء الله نشوف الخدمات دي بتتطور أكتر سواء في الجزيرة أو في أي مقر من مقرات النادي الأهلي مدينة نصر أو شيخ زايد والتجمع إن شاء الله مستقبلا. وبنأكد على حضراتكم ان هذا الجهاز هيكون في مصر وهيكون موجود لخدمه فريق الكره ولخدمه النادي الاهلي من خلال فتره قصيره جدا تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع ان شاء الله. هننتقل من الحديث عن هذا الجهاز للتاكيد على ان نجم دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر رامي ربيعه بيعلن الجهاز الطبي والدكتور خالد محمود انه جاهز بنسبه 100% وانه بيتم تجهيزه بقى بدنيا مش طبيا ومشاركته في التدريبات الجماعيه للفريق عشان يكون جاهز للمباريات اللي جايه. اضافه كبيره رامي ربيعه ان شاء الله هو وزمايله كلهم يكونوا لائقين خلال الفترة اللي جاية. كمان من ضمن الأخبار مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بيشاهد عدد من المباريات الخاصة بفريق مصر المقصة واللي احنا هنواجهه إن شاء الله يوم الخميس الساعة 5 مساء في مباراة هامة جدا جدا جدا. طبعا مستر مارتين لاسارتي بيشوف اللقطات دي أو الفيديوهات دي عشان يقف على نقاط القوة والضعف بالنسبة لفريق مصر المقصة. الصعوبة هتكون في إيه؟ إن فريق مصر المقصة استغنى عن بعض اللاعبين وجاب بعض اللاعبين الجدد كمان وابرزهم طبعا شميلس بيكلي لاعب بتروجيت واللي لعب اول مباراه ليه امام المقاولين العرب كانوا مغلوبين 1-0 والراجل جاب هدفين كسبهم، يعني اكيد لاعب مهم وخطر جدا جدا جدا. فبالتالي ده طبيعي جدا ان مستر لاسارتي يشوف النقاط القوى والضعف بالنسبه لفريق جيد ومحترم زي فريق مصر المقصه وعنده جهاز فني بصراحه قدير جدا بقياده الكابتن طلعت يوسف. استاذ محمد بالتاكيد كمان عوده جيرالدو هتكون امر مهم واضافه فنيه للفريق يا امير. هو لاعب ظهر من اللمسات
المنافسات الأولى في المباراة الودية اللي شارك فيها، ثم في مباراة سموحة، إنه لاعب صاحب مهارات خاصة والسرعة عالية جدا في الملعب، بيتحرك كويس جدا في المنطقة الهجومية لفريق النادي الأهلي أو أمام مرمى المنافس أو الخصم في أي مباراة. وكمان هو عنده القدرة على المراوغة بشكل جيد، ولاعب يقال عنه إنه دريبلر، يقدر يعمل عملية المراوغة بشكل جيد، ومن أصحاب المهارات طبعا، وهيكون إضافة للفريق. لكن في إطار حالة سوء التوفيق اللي بتلازم الفريق وكثرة الإصابات، كان تعطل أو تعطلت انطلاقته مع الفريق بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة سموحة. الجهاز الطبي بيجهز طبعا جيرالدو للعودة بأسرع مدى زمني ممكن، وبيطمئن عليه لعودته للمباريات محليا وأفريقيا إن شاء الله في الفترة المقبلة. للأسف هو مش هيكون متواجد بنسبة كبيرة في مباراة المقصة، لكن هيتم تجهيزه لما هو قادم من مباريات، أكيد شيء مميز جدا. طيب خلينا نروح سريعا للكابتن مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي في الحقيقة بيقوم بمجهودات عظيمة سواء هو وزمايله طبعا داخل مجلس إدارة النادي الأهلي في صالح النادي بشكل عام، سواء من الناحية الرياضية، الناحية الإنشائية، الناحية الاجتماعية. يا كابتن مهند مساء الخير عليك. مساء النور عليكم وكل سنة وانتم طيبين. يعني طبعا في خبر مهم جدا، وهو التعاقد مع او عقد اتفاقيه مهمه جدا لشراء جهاز طبي او جهاز استشفاء طبي بالتحديد لخدمه فريق كره القدم من النادي الاهلي، واكيد مختلف الفرق كمان، خطوه اكيد مهمه جدا جدا من قبل مجلس الاداره يا كابتن مهند. والله احنا طبعا بقى لنا فتره شغالين على الملف الطبي، والحمد لله بعد تكليف المجلس الاداره ليا بالموضوع ده. أنا الرؤية اللي احنا بنتكلم فيها وبنعرضها ومجلس الإدارة متبنيها هو في كل ملف من الملفات، هو إن احنا نشتغل على جميع المحاور اللي تخدم يعني كل القطاعات اللي منتمية للنادي. تمام. فالملف الطبي فيه أجزاء منه بتمس أعضاء النادي، فيه أجزاء منه بتمس رياضي وفرق النشاط الرياضي، وكمان فريق كرة القدم طبعا اللي ليه أهمية الأكبر، كبار السن، ذوي الاحتياجات، يعني كل الشرائح اللي احنا بنتعامل على اساسها. الحمد لله توفقنا المره دي في الاتفاق مع الشركه الحاليه في موضوعين، هم موضوعين مختلفين ولكن الموضوعين يخدموا قطاعين كبار جدا. القطاع الاولاني هو طبعا قطاع كره القدم عن طريق جهاز الاستشفاء اللي احنا باذن الله هيوصل للنادي قريب. والجهاز ده بعد طبعا عرضه على الجهاز الفني والاداري ومستر لاسارتي ومخطط الاحمال، الحمد لله اثروا جدا على الجهاز، وكانوا يعني مبسوطين جدا برؤيتنا فيما يخص المجال ده او الجزئيه دي، لان هم عارفين كويس قوي ان الاستشفاء واعاده التاهيل للرياضيين هو جزء اصيل من البرنامج البرنامج التدريبي اللي بيحطه المدير الفني. يعني هو بيحط المدرب الاحمال بتاعته، لازم في وسط البرنامج يبقى عارف هيعمل الريكفري والاستشفاء ازاي. الادوات دي ممكن تبقى حاجات الروتينيه العاديه زي المساج والساونا والتدليك والحاجات دي، وفي حاجات طبعا اكبر من كده بكتير واكثر تعقيدا بتخلي اللعيبه تتعود على الاحمال العاليه جدا في التدريب، وكمان الاحمال العاليه جدا في المباريات مع تراحم المباريات اللي احنا فيها، وطبعا لا يخفى على الناس طبعا الاصابات اللي الفريق فيها. طيب اكيد ده شيء مهم وخطوه مهمه جدا، لكن فيما يخص الابلكيشن الخاص باعضاء النادي الاهلي يا دكتور مهند، عايزين شرح بس من حضرتك، لان دي هتكون خدمه مهمه ومفيده جدا لاعضاء النادي الاهلي. يا دكتور واضح اننا فقدنا الاتصال، وربما يعاود طبعا زملائنا في فريق الاعداد الاتصال بالدكتور مهند مجدي عشان نكمل كلامنا معاه، او نعرف تفعيل الابلكيشن ده ازاي داخل النادي الاهلي وكيفيه استفاده اعضاء الجمعيه العموميه بهذه الخدمه اللي بتقدم بالتنسيق طبعا بين الاجهزه التنفيذيه في النادي، وبعد رؤيه مجلس الاداره لضروره التوسع في الخدمات الاجتماعيه والطبيه او الخدمات اليوميه المتنوعه اللي بتقدم لاعضاء النادي الاهلي. واكد الدكتور مهند في كلامه كمان يا امير على ان الجهاز ده هيعمل نقلة أو هيكون إضافة كبيرة في مجال الرياضة وكرة القدم في مصر في عملية إعادة التأهيل أو إعادة تجهيز اللاعبين وعودتهم لحالتهم أو جاهزيتهم للمباريات بعد جهد المباريات أو التدريبات. ده اللي قلناه طبعا في محتوى الخبر. طبعا ده أكيد شيء مهم لحد ما يرجع لنا دكتور مهند مجدي، يعني لو هو في مكان كويس نحاول نوصل له. برضو من ضمن الأخبار الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم أن مستر مارتين لاسارتي بيعقد جلسة مع الجهاز المعاون لحسم القائمة الأفريقية. احنا عارفين القائمة الأفريقية لسه ناقص فيها مكانين، كان عندك 7 أماكن وقدرت أن أنت يعني تضم في القائمة الأفريقية كل من حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر إبراهيم وجونيور أجاي وحمدي فتحي. لسه دول آخر اسمين انضموا للقائمة، حمدي فتحي وأجاي. لسه قدامك مكانين كمان تقدر تختار من اللاعبين المتاحين بالنسبة لك، 2 ينضموا لهذه القائمة، ومهم جدا أن أنت اختيارك يكون في المراكز اللي أنت محتاجها بشكل
كبير. خليني اقول لحضراتكم كمان ان او خلينا طب نروح لدكتور مهند تاني قبل ما نكمل كلامنا على الفريق الاول والقائمه الافريقيه بالتحديد. دكتور مهند، كنا بنتكلم عن الابلكيشن الخاص باعضاء النادي الاهلي بالتحديد من الناحيه الطبيه، اعتقد خدمه جيده وجديده كمان هنا في مصر، خدمه اعضاء النادي الاهلي ده شيء مهم كمان من الناحيه الطبيه. طبعا انت عارف ان احنا في يعني لازم كنادي اهلي او اي حد انه يواكب التطور، وتطور التكنولوجيا دلوقتي بقى هو حديث العالم، فاذا ما كنتش تستغل التكنولوجيا في كل حاجه بتطور فيها اداء النادي هنتاخر كتير. وطبعا كعاده النادي الاهلي هو صاحب الرياده في الامور اللي دي كلها، فالحمد لله كان مع نفس الشركه العرض الابلكيشن دي اسمها استشاره خاصه بالاستشارات الطبيه، يقدر عضو النادي عن طريق الابلكيشن دي ان هو يستشير الاطباء المتخصصين الموجودين في كل المجالات، فحاجه تكنولوجيا عاليه جدا. هناخد ان شاء الله مؤتمر قريبا نشرح فيه كل حاجه، المقابل المادي مقابل هذه الخدمه حاجه زهيده جدا، وهنشرح بالظبط برضه هي كانت تقدر الخدمه دي تقدم بكام ولاعضاء النادي الاهلي هتقدم بكام. حاجه تطور كبير جدا جدا في مجال الملف الطبي اللي هيخدم قطاع كبير جدا من الاعضاء وكبار السن وذوي الاحتياجات والرياضيين واي حد منتمي للمنظومه، وباذن الله عندنا حاجه تخص الملفات دي يعني من ضمن الاستراتيجيات اللي احنا بنحطها في دماغنا، ان احنا في كل ملف نمسكه برضه بنسال مدى امكانيه التطبيق ده على جمهور النادي الاهلي. كويس. جمهور النادي الاهلي ده هيبقى ليه طبعا تطورات ثانيه خالص، فان شاء الله كل اللي بنعمله ده حتى فيما يخص اجهزه الاستشفاء اللي جايه لفريق كره القدم ما هي الا بدايه لخطوه في مرحله دي في خطه كبيره جدا بيرسمها مجلس الاداره فيما يخص المجال الطبي ان شاء الله. ان شاء الله. ده كله في مؤتمر قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله، خطوه مهمه جدا ومميزه اكيد من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، لكن برضو عايز استغل تواجد حضرتك معانا على الهاتف ونتكلم على الافتتاحات المتواجده في مقر النادي الاهلي بالتحديد في الجزيره. وسواء افتتاح صالة الجمباز، افتتاح صالة التنس الطاولة، أكيد مجهودات كبيرة وعظيمة بيقوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي لخدمة الأعضاء وخدمة الأنشطة المختلفة داخل النادي. بالظبط، ده طبعا المحور الثالث والرابع اللي بنتكلم فيه اللي هو خدمة أعضاء النادي وفرق النشاط الرياضي من أولادنا الأبطال في الفرق الرياضية. الحمد لله النادي النهارده بيستكمل المسيرة دي ولسه قدامنا المشوار طويل. تطوير صالة الجمباز استكمال لمسيرة تطوير لعبة الجمباز اللي بقى لها فترة كانت يعني فيها تعثرات، الحمد لله يعني رد فعل أولياء الأمور هي أكثر حاجة بسطتنا، فرحة الأولاد الصغيرين بالصالة وفرحتهم هم بيجربوا الأجهزة كانت يعني بالدنيا زي ما بيقولوا يعني. الحمد لله ده بيديك دافع انت كرياضي لما بتحس ان انت بتتمرن في مكان على اعلى مستوى من الاجهزه، على اعلى مستوى من السيتي كلعبه زي لعبه الجمباز، الريسك فيها عالي جدا، فبتطلع احسن ما عندك كمدرب وكلاعب وكولي امر وكله بيجي على نفسه وبيضحي. فمجلس الاداره طبعا كان لازم يكون له دور في الحته دي عشان باذن الله الصاله دي هتطلع لنا ابطال عالم في مجال الجمباز، وان شاء الله اللعبه هتتطور بشكل كبير جدا، وده بشهاده طبعا رئيس الاتحاد دكتور ايهاب امين اللي شرفنا مع مجلس الاداره بالكامل وطلبهم حتى ان هم بيطلبوا ان اذا كان في امكانيه لمنتخب مصر انه يجي يتمرن في صاله زي دي، لان طبعا باللي شافوه التجهيزات اللي معموله حاجه على اعلى مستوى وحاجه فعلا بجد تشرف اي حد الحمد لله. طيب الكاراتيه بقى بالظبط، انا عايز اسالك على الكاراتيه كمان، وانت احد نجوم الكاراتيه طبعا في مصر بشكل عام وكنت بطل عالم، وانا عارف ان الملف ده مهم جدا بالنسبه لك ان احنا محتاجين صاله كاراتيه في النادي الاهلي بخلاف طبعا الصاله الموجوده في مقر النادي في مدينه نصر. والله طبعا ده حلم طبعا شخصي بالنسبه لي، لان انا كنت يعني ابن اللعبه، فبالنسبه لي يعني حلم بقى له 10 سنين لا يقل عن 10 سنين ان احنا يبقى لينا صاله، فكون ان مجلس الاداره اول حاجه يعملها الصاله دي، وباذن الله خلال من اسبوعين لثلاثه هيكون افتتاح الصاله على اعلى مستوى، صاله مكيفه، صاله مغلقه، أربع أنشطة كاملين، حاجة على مستوى عالي جدا، فطبعا ده برضه احنا كلنا في انتظار الحدث ده، هيبقى حدث كبير جدا منتظره كل من مارس لعبة الكاراتيه على مدار ال 15 20 سنة اللي فاتوا. بالظبط. وإن شاء الله هتبقى حاجة عظيمة جدا، إن شاء الله هتعرض على قناة النادي الأهلي، وطبعا الناس كلها هتبقى حاضرة الحدث ده، وبنوعد بإذن الله
اولادنا من لعبه الكاراتيه ان هم هيشوفوا حاجه محترمه جدا جدا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور مهند مجدي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك طبعا كل التوفيق، ومجلس الاداره بشكل كامل كل التوفيق لخدمه اعضاء النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي المختلفه. استاذ محمد اكيد كانت مداخله مهمه جدا وطمنا عليها او من خلالها بشكل كبير جدا على مسيره نفس اللي كنا بنركز عليه في اخبارنا اللي اكد عليه هنا دكتور مهند مجدي كواحد من المسؤولين في مجلس اداره النادي، فكره التركيز على اعلى مستوى من الخدمه او ان في رؤيه كمان للتطوير في كل الرياضات سواء بالتجهيزات او الامور اللوجستيه المطلوبه للتجهيز في اي قطاع من قطاعات النادي، رياضه الكاراتيه او الجمباز او كره القدم، كل الملفات بتحظى بنفس الدرجه حسب كلام وتصريحات اعضاء مجلس الاداره وتصريحات الدكتور مهند مجدي في هذا الاتصال، ان كل هذه الملفات وكل الرياضات المختلفه في النادي الاهلي بتحظى وتتمتع بنفس درجة الاهتمام من مجلس الإدارة سواء بالأمور الفنية والتفاصيل الفنية أو التجهيزات والأمور الخاصة بالوصول بأعلى درجة ممكنة من التجهيزات المطلوبة للاعبين أبطال وبطلات النادي الأهلي في الرياضات المختلفة عشان نساعدهم على الاستمرار في حصد البطولات والنتائج اللي دايما معروفة عن النادي الأهلي. ده بينعكس على كرة القدم، على الاختيارات في المنتخبات الوطنية. الخبرين دول مرتبطين ببعض، ان النادي الاهلي 2001 بيفوز على الداخليه بهدف في بطوله الجمهوريه وبيؤدي بشكل جيد في مشواره، وده بينعكس على اختيارات المنتخب كمان يا امير. النادي الاهلي بيتلقى خطاب من معسكر منتخب الناشئين او استدعاء 5 لاعبين من النادي الاهلي مواليد 2001 لمعسكر منتخب الناشئين، وده هدف مباراه الاهلي والداخليه مواليد 2001 في بطوله الجمهوريه ضمن الجوله 23 من بطوله الجمهوريه، واحتفال نجومنا الشباب لاعبي النادي الاهلي مواليد 2001 وهم مستقبل الكوره ان شاء الله في النادي الاهلي، وده مرحله عمريه ان شاء الله هتكون موجوده قريب جدا في الفريق الاول، والعناصر الابرز منهم هتكون من نجوم الكوره في منتخب مصر والفريق الاول. كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر بيشرف على استعدادات المنتخب سواء لنهائيات كاس الامم او التصفيات المؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه للشباب 2021 في موريتانيا، والمؤهله ايضا التصفيات المؤهله لكاس العالم للشباب 2021. بيحاول يختار افضل العناصر ويجهزهم بافضل شكل ممكن بدنيا وفنيا وخططيا، وواضح انه كمان المرحله دي متميز فيها عدد كبير من نجوم النادي الاهلي مواليد 2001، وده سبب في استدعاء 5 لاعبين من الاهلي هم عربي بدر ومحمود صابر ومحمد المغربي ومحمد اشرف وحارس المرمى حمزه علاء، وده المتعارف عن فرق الشباب في النادي الاهلي ان هي دايما من الاعمده الاساسيه للمنتخبات الوطنيه. طيب اتفضل يا امير. طيب اكيد دي اخبار كانت مهمه جدا، واهم هذه الاخبار اتكلمنا فيها طبعا من خلال طبعا استاذ محمد الجندي، كلها امور بتهم كل جمهور النادي الاهلي واعضائه بشكل كامل، بس في جزئيه عايز اكملها بسرعه قبل المداخله بتاعت دكتور مهند مجدي، وهي خاصه بالقائمه الافريقيه، وزي ما قلت لكم ان القائمه الافريقيه للنادي الاهلي تم خلاص ضم 5 لاعبين، تبقى مكانين بس في القائمه الافريقيه. احنا دايما بنحاول نقول لكم الجديد ان الاقرب حتى الان للانضمام للقائمه الافريقيه من اللاعبين هو صالح جمعه، الاسم الأقرب. احنا بنقول الأقرب مش معلومات رسمية، المعلومات الرسمية دايما بنقولها بشكل رسمي لما بتخرج من النادي، أو اللاعب التاني احتمال انه يكون صفقة جديدة للنادي الأهلي، لسه الأمور في مراحلها المتقدمة، نتمنى ان هي تكمل على خير ان شاء الله. دي الكواليس اللي بحاول اقولها لكم، دايما بنحب نقول الجديد لكل جماهيرنا واعضاء وجمهور النادي الأهلي بشكل عام، اللي عنده شغف كبير جدا يشوف فريق كرة القدم ان شاء الله يرجع لمستواه المعهود. ولسه النادي الأهلي مستمر لحد نهاية فترة الانتقالات الشتوية نهاية شهر يناير الجاري، ان النادي الأهلي بيستفيد بكل المدى الزمني المتاح للمرحلة دي، لسه في اجتهادات كثيرة جدا في الوسط الرياضي عن الصفقات القادمه، واذا كان في اسماء اخرى ستنضم الى النادي الاهلي ام لا في هذه المرحله، ام سيتم الاكتفاء بالصفقات اللي تمت في الفتره اللي فاتت وهي كثيره ومؤثره طبعا بالايجاب على اي فريق ما بين اصحاب الخبرات او اللاعبين الشباب، مزيج من النجوم واللاعبين الشباب اللي ممكن يغيروا مسار اي فريق مع المجموعه المتميزه الموجوده في الاساس في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. وعوده المصابين زي ما قلنا لحضراتكم بتكتمل الصفوف والقوى الضاربه للفريق، بس ان شاء الله نصل لاعلى درجه ممكنه من التناغم في صفوف الفريق، وده ينعكس على الاداء والنتائج. اعتقد ان الوقت مش عارف الوقت متاح لنا نكمل فقره الاخبار ولا اعتقد ان احنا لازم نختم فقره الاخبار دلوقتي عشان الوقت يتسع للحوارات وضيوفنا في الفقرتين القادمتين في الاهلي الليله. امير هناخد فاصل ونرجع نبدا فقرتنا الحواريه مع المشاهدين.
مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. وفي هذا الحوار بنلتقي مع واحد من نجوم الكره المصريه سابقا، واحد من نجوم النادي الاهلي سابقا، ولكن حقق النجاح الاكبر والمحطه الرئيسيه في حياته الكرويه رغم الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي من عام 73 حتى عام 80، ولكن حقق نجاح غير مسبوق في تجربته كواحد من افضل الهدافين في الدوري المصري وفي الكره او في تاريخ الكره المصريه مع النادي المصري البورسعيدي، وكانت له تجربه غير مسبوقه، وكان ايضا من نجوم الشباك في مجال كره القدم بشكل عام. كنا بننتظر مباريات الاهلي والمصري ونشوف هذه النديه والمنافسه اللي موجوده، وكانوا بيقولوا دايما ان كل نادي من الانديه المصريه كان فيها نجم واثنين وثلاثه. كنا بنستمتع بكره القدم وانديه القمه لما بتواجه اي نادي من الانديه الجماهيريه من خارج القاهره او انديه المحافظات والاقاليم المختلفه، وكان منها هذا النجم بالتاكيد كواحد من افضل العناصر في النادي المصري البورسعيدي. معانا ومع حضراتكم النهارده في الاهلي الليله الكابتن جمال جوده نجم الكره المصريه السابق. مساء الخير يا كابتن جمال واهلا بيك، سعداء بوجودك معانا النهارده. الله يخليك، انا اسعد. كابتن جمال، تجربتك لو فاكر الفتره، ايه الحاجات اللي دايما ما بتنساهاش عن الفتره اللي قضيتها كلاعب كره في النادي الاهلي؟ هو في حاجتين ما بقدرش انساهم. كان في تقريبا في موسم 77 وكنا بنلعب النادي المحله على نهائي بطوله الدوري، والزمالك كان بيلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، وكان المفروض عشان النادي الاهلي ياخد البطوله نكسب 4 والزمالك يتعادل او يكسب 1، لكن للاسف الاهلي في الحاله دي يكسب فرق اهداف بالظبط كده. فالزمالك كسب 2-0 الاسماعيليه، وكان صعب جدا ان هو اساسا كان يكسب الاسماعيليه هناك الاسماعيلي على ملعبه، يعني فكان صعب جدا. فده كان موقف صعب جدا، وانا حتى يمكن من اكتر حاجه كنت بستغرب لها ان انا احرزت هدف في المباراه دي، كان ممكن يبقى الهدف الخامس واتلغى. فتخيل ان الهدف ده لو كان اتحسب ويمكن اللي حضر المباراه، لكن كان شوطه من اكتر من 30 ياردة وفي العارضه ودخلت وكده، والحكم ما حسبهاش. مش عارف ليه لغايه دلوقتي. فده يعني كان او قال ايه ساعتها ما حسبهاش ليه وقت ما قال فيه اوفسايد؟ يعني انا تعرف انا ما يعني طبعا كنت لسه ناشئ، فما اعترضتش او اتكلمت بقى ولا كده يعني. لكن اكيد كابتن صفوت والكابتن مصطفى عبده كانوا موجودين في الملعب، واكيد سال المجموعه الاكبر في الفريق بالظبط. فده اول موقف ما عمري ما انساه يعني، لان بعدها على طول بدانا نلعب مباريات الكاس، وبدات العب اساسي فيها لغاية ما لعبنا مباراة نهائية ضد الزمالك واللي كسبنا فيها 4-2، ودي كانت البطولة الوحيدة اللي خدتها في حياتي سواء مع النادي الأهلي أو مع النادي المصري. مع النادي المصري البطولة الوحيدة اللي حققتها. والهدف اللي اتلغى ده كان هيبقى هدف تاريخي في مشوارك كلاعب، لأنه هدف البطولة. بالظبط. هدف اللي بيرجع البطولة. بس عمل لي صدى أكتر عند الناس إن أنا يعني ده جمال جودة لو هدفه كان جه كان مش عارف كان عملت شو كويس يعني. طيب كابتن جمال، لما رحت المصري وتألقت مع نادي المصري، كان في حاله في الدوري الممتاز في المصري، المنصوره، المقاولين، الاسماعيلي، كان كل فرقه فيها على الاقل 2 أو 3 لاعبين من العيار الثقيل اللي هم على مستوى لعيبه الاهلي والزمالك دايما في الوقت بالزبط. ده او قريبين جدا من المجموعه الافضل في مصر بالزبط. هل الحاله اتغير؟ لان الناس بتقول مباريات الفرق انديه القمه في مصر مع الفرق الثانيه بقتش ممتعه، ما بقاش في كم المواهب اللي هو فيه 2 أو 3 كي بلايرز في كل فريق، ده ما بقاش موجود. انا خلينا متفقين مع بعض ان المواهب قلت كتير عن زمان. يعني انا يمكن كان في لقاء مع محطه برضه فضائيه وكده، ايه السبب يعني؟ انا يمكن ركزت اكتر ان احنا كنا بنلعب كره شراب، يعني عارف الكره الشراب اللي في الشارع، وكان الشارع طبعا تلعب فيه كان اللعيب حريف اصلا وبقى لعيب في نادي بعد كده احترف الكوره، لكن هو في الاساس موهوب. بس بقى برضه الكوره الشراب بتدي مهاره غير عاديه حقيقي يعني حتى لو انت قعدت تمارس فيها فتره طويله مثلا 2 أو 3 هتلاقي نفسك مستواك بيعدي. بتفرق في كنترول اللعيب على الكوره كتير. بتفرق جدا، بتفرق جدا طبعا. بس هي طبعا الموهبه هي الاساس، والمواهب قلت. ليه قلت كمان؟ لان انت عندك في قطاع الناشئين في كل الانديه اول ما بيجي الناشئ بيبص على جسمه، يعني بصرف النظر بقى ده موهوب او مش موهوب، اول حاجه يبص البنيان الايه الجسماني بتاعه. بيبص تكوينه رياضي ولا لا، دي اهم حاجه. هل ده قوي؟ فبيبصوا على الناحيه الجسمانيه اكتر. زمان طبعا. وفي الحقيقه في اختبارات انديه كتير بتسمع ان لاعب زعل جدا انه مشي وهو موهوب جدا بس جسمه قليل مقارنه بزملائه في نفسه. بالظبط. لكن انا اقصد كمان ايه، انت
الفكره دي غلط. يعني فكره ان انت تاخد لعيب جسمه كويس ماشي اوكي، بس في موهبه، لو الموهبه دي زي ما بتتفق كده جسمها فيه، انا اقدر اكونه، اقدر اديله فيتامينات، اقدر اكله كويس، يمكن في البيت عنده مثلا ما بيتغذاش صح او بياكل حاجه معينه. ميسي مع فارق بقى التشبيه انه طبعا المهاره او موهبه ميسي ما بتتكررش كتير في العالم، لكن كان الاقل جسما وطولا ووزنا زملائه في المدرسه وفي الملعب وهو صغير، وقالوا له انت بالشكل ده نموك مش هيخليك تكمل كرياضي او كلاعب كره ولازم تعتزل. وتعهدوا بعلاجه، نادي برشلونه عمل له مراحل علاج طويله جدا تبنوا الموهبه دي ومر بمراحل علاج معقده جدا عشان يوصل لكده. يعني ده اللي انا بقوله وباكد عليه، يعني انا لازم تدي. وبعدين برضو انا جيت حضرت في اكتر من مره بعض الاختبارات اللي موجوده في بعض الانديه بدون ذكر اسمها، يعني بيدي الولد ما فيش خمس دقائق، ممكن الولد وهو رايح لسه صغير هايب شويه لسه هايب ما قدرش يقدم، باباه مش معاه او مامته عامله له مش عارف انت كل فالجملتين دول مش كفايه عشان تقيمه يعني. بالظبط كده، الخمس دقائق دي لا، انت اديله مره واثنين وثلاثه. انا لما حصل الاختبار ليا في النادي الاهلي قعدت حوالي يمكن 10 ايام كل يوم في نص ساعه، كابتن مصطفى حسين الله يرحمه كان هو اللي مسؤول عننا، فكان بيعيد اختباراتنا يوميا كل يوم يديني حوالي نص ساعه، وبعدين تقسيمه وتسديد على المرمى، وبعدين مهارات سواء كنترول بالكوره سواء على الصدر كده يعني. فكان بيديني الفرصه ان انا اطلع كل اللي موجود عندي، فممكن هو بيعمل تقرير عني في الحاله دي ان انا كويس في نقطه معينه، لما اروح التدريب يبلغ المدرب بتاعي ان لازم في نقطه ضعف عنده نقويها له، النقطه المميز فيها يبقى كذا، النقطه المميز فيها دي بتديني المركز اللي انا العب فيه. مفهوم. يعني لو مدرب واعي وفاهم صح ان انا مثلا في نقطه التسديد على المرمى يبقى انا ممكن العب في خط النص مميز فيها تسديد على المرمى، مهاره اللاعب وامكانياته تميزه هي هو اللي هيحدد مركزه. بالظبط كده، ان الولد بيبقى رايح عايز يلعب كوره مش عارف هو بيلعب ايه، وبعدين ممكن كله يقول لك انا عايز العب مهاجم، يعني الناشئ اول ما يقول لي انا هلعب مهاجم هي دي الشهره والنجوميه والاهداف وشايف مش عارف كده ميسي. فانت تتمنى العوده شويه في اختبارات الناشئين واكتشاف المواهب لفكره التقييم ياخد وقته شويه بالظبط، واقدر اميز اللاعب الموهوب من اللاعب بس القوي. ما ببصش للجسم، الجسم ضروري، بس انا اقدر في السن ده اقدر ابني جسم اللاعب كويس صح، تدريبات وتغذيه كويسه. بالظبط كده. طيب خلينا ننتقل لو الوقت اتسع هنرجع نتكلم عن ده وعن تجربتك الجميله مع النادي المصري والفتره المميزه اللي قضيتها مع النادي الاهلي يا كابتن جمال، لكن خلينا نتكلم عن الدوري، عن بطوله افريقيا. خلينا نتكلم الاول عن بطوله الدوري. بطوله الدوري صعبه جدا هذا الموسم. معانا على الهاتف معانا دكتور تقرير. طيب خلينا بعد السؤال ده هننتقل لمشاهده التقرير ونشوف نجوم الفريق والغيابات في ظل حاله الغيابات الكبيره المؤثره على فريق النادي الاهلي، حجم النجوم اللي غابوا واللي رجعوا في الفتره دي بيتم تجهيزهم والتعاقدات الجديده وفارق النقاط لصالح الزمالك المتصدر، شايف ازاي النهارده فرص النادي الاهلي؟ لان النادي بيركز على مسابقه الدوري رغم فارق النقاط، وبيقول اننا كلنا على يقين اننا متمسكين بالمنافسه لاخر مباراه وان عندنا القدره على الفوز بالدوري هذا الموسم ان شاء الله. شايف الدوري ازاي؟ اولا زي ما حضرتك قلت الدوري صعب قوي، صعب جدا يعني، في كم من المباريات من جميع البطولات والفرق بينها حوالي 3 ايام، تبقى صعب جدا على اللعيب وصعب على الجهاز الفني ان يقدر يحط الـ 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 البرنامج التدريبي بتاعه. تمام. النادي الاهلي انا بعذره جدا لان انا لما بيكون في لعيب مميز في الفريق او عمود من اعمده الفريق مصاب بتبقى مشكله. طب عفوا مقاطعه كابتن جمال، لان فعلا انا عندي معلومات ان في بعض الامور في التقرير احنا هنستعين بيها، اللقاء اللي تم او الحوار اللي تم مع طبيب النادي الاهلي هنتكلم عن بعض الامور كمان الخاصه بالغيابات، وهتدي مساحه اكبر اننا نسمع وجهه نظرك بشكل اكثر اتساعا عن مشوار الفريق في الفتره الجايه. خلونا نشوف هذا التقرير ولقاء مع طبيب الفريق الدكتور خالد محمود ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن جمال جوده. خلال المباراة، خلال سير أحداث المباراة،
بالتحام. الاصابات الالتحاميه الحقيقه اصابات بتختلف جدا عن الاصابات اللي بدون التحام. الوليد لما وقع على ارض الملعب كان في الم شديد جدا في الركبه، بل فحص المبدئي للركبه، وانا بقول هنا الفحص المبدئي لانه عاده المفترض ان اللي بيحصل ان الانسان بينزل يشخص تشخيص مبدئي، كفايه قوي التشخيص المبدئي عشان يحدد يا ترى اللاعب يكمل ولا يا ترى اللاعب ما يكملش. اللاعب كان عنده الم شديد ما كانش قادر يكمل، سحبناه فعلا من ارض الملعب. تشخيصنا المبدئي كان عباره عن جزع في الرباط الداخلي للركبه، ودوت الحقيقه تشخيص يعني كافي جدا انه يخرج اللاعب وانه ما يدوسش على رجليه ويدخل تاني جوه الملعب، ناهيك عن ان اللاعب شخصيا ما كانش قادر. الحقيقه اول دايما اهتمام للجهاز الطبي بعديها هو تسكين الم اللاعب وطمانته. يعني خلينا نفكر في المساله من وجهه دايما نظر اللاعب، انه ده الهدف الاساسي الاول، لانه هو ده الهدف الانساني، ان الانسان يقل احساسه بالوجع ويطمن على ان الحمد لله حجم الاصابه مش كبير. بعد كده بنبدا ندي ادويه تقلل احساسه بالوجع شويه، ونبدا نعمل الاجراءات الاسعافيه الاعتياديه. بعد ما الدنيا بتبدا تهدى، اللاعب طبعا اول حاجه بتقلقه يا ترى اخبار الصليبي واخبار الحاجات، فبنبدا نعمل الفحوص اللي ممكن عملها بدون اثاره الالم في الركبه، فده فعلا عملناه واطمنا عليه. لكن فضلت الفحوص الخاصه بالغضروف اللي بيبقى فيها نوع من انواع الالتواءات الخاصه بالركبه بتبقى صعب ادائها، دوت اللي خلانا نحاول نحجز اشعه في الجزائر قبل ما نيجي على طول، علشان رقم واحد طمانه وليد شخصيا، واثنين وصول للقرار، وثلاثه طمانه الناس طبعا. عملنا الحمد لله فحوص هناك اكدت ان الرباط الداخلي فعلا مجزوع، والجزع بتاعه جزع من الدرجه الثانيه على الاقل اذا ما كانتش ازيد شويه. لقينا ان في عندنا جزع في الرباط الداخلي للصابونه. الحاجات ديت رغم ان اسمائها كده جامده وصعبه، لكن من ان شاء الله ليها حلول وعلاجات. ولقينا اصابه موجوده في الغضروف الداخلي، لكن الحقيقه ما كانش عليها علامات حاده من وجهه نظري انا كطبيب، انها ما عليهاش علامات حاده، يعني قد تكون قديمه في الركبه قبل ذلك، ودوت يساوي ان اسلوب العلاج ممكن يتغير. الخطه كانت بالنسبه لنا ان احنا هننتظر الرجوع لمصر لمراجعه الاشعات القديمه لنفس الركبه الوليد. اذا لاحظنا ان في تشابه ما بين الاثنين يبقى معنى كده هنكمل في الاسلوب التحفظي للعلاج. وقد طبعا الانسان يلجا لاخذ مشوره اساتذه من اساتذته، لكن ان شاء الله باذن الله توقعي المبدئي ان هتبقى ان شاء الله علاج تحفظي وان المساله قديمه. انا بطمن الناس ان شاء الله باذن الله وليد يرجع باذن الله قريب. لو خدنا الخط التحفظي من العلاج اعتقد ان احنا في ظرف 5 أسابيع بالكثير يبقى وليد ان شاء الله يرجع لفرقته باذن الله تمام. بالنسبه للمصابين اللي موجودين عندنا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى، لو يعني احنا دلوقتي غايبين عن الفرقه بقالنا 6 أيام، وبالرغم من ذلك في دكتور عبد المجيد مكاني بيشرف على الناس اللي موجودين، وفي الكابتن طارق عبد العزيز في تأهيل الإصابات موجود هناك وبيشرف على المجموعات اللي معاه. التوقع بإذن الله أنه رامي يبقى قريب جدا، سعد يبقى قريب جدا إن شاء الله، وصلاح بإذن الله، ده الهدف. لكن الحقيقة دوت بعد ما برجع بيبقى في سيشن وجلسة كبيرة جدا بقى، عملنا إيه وسوينا إيه وإيه اللي فيه مشكلة وإيه اللي بيؤدى بشكل ممتاز. ولما بنوصل لقناعة أنه كله أدى كل حاجة بنبدأ بعد كده ننزل اللاعب مع التوصية بالتدريج في نقله للحمل المطلوب والتدريج بمشاركته في المباريات. فأنا إن شاء الله بإذن الله أبشر الناس أنه يمكن يكون الثلاثي دوت الأقرب بإذن الله للمشاركات. طبعا هتتم مراجعة يعني الجداول الخاصة ببقية المصابين التانيين لتحديد الفترات، لكن أعتقد أن الأقرب بعد كده يعني أبعد شوية ب10 أيام أو ب12 يوم، وربنا يا رب ييسر. احنا يعني عندنا صحيح جدول، لكن الجدول ده بيتراجع بشكل يومي، وإذا في فرصة للنزول لأي لاعب حتى وإن كانت خارج الجدول الموضوع بنحاول نبقى أكثر مرونة، لأن الظروف اللي بيمر بيها الفريق بتخلينا الحقيقة نحاول نحسب مخاطرة محسوبة، لأن الظروف اللي احنا بنمر بيها ما بقتش ظروف اعتيادية.
كابتن جمال جودة اتكلم الدكتور خالد محمود عن حجم الغيابات وشرح بعض التفاصيل الخاصة بالاطمئنان على بعض نجومنا، وده بيخلينا نتكلم عن تساؤلات الناس. هل طبيعي مع حجم الإصابات اللي كانت موجودة في صفوف الفريق الفترة اللي فاتت في لاعبين مؤثرين ان يبقى في شوية اضطرابات في النتائج مع عملية إعادة بناء الفريق او التعاقدات الجديدة، وان ده بياخد وقت للانسجام بين اللاعبين ولا لا؟ اكيد اكيد طبعا. احنا بنقول لو في لعيب مثلا زي حسام عاشور ربنا يشفيه ان شاء الله اصيب بيأثر على الفريق او على اداء الفريق. اجايير لو تفتكر من 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 ساعه ما اتصاب هجوم النادي الاهلي قل، فتخيل انت بقى عندك 10 لعيبه مصابين، فيعني ده فريق كامل يعني طبعا يأثر على اي فريق، يأثر على اي فريق طبعا. انا بقول لحضرتك لو واحد اصيب بس مصاب وقعد من هو من اعمده الفريق هيأثر على الفريق تماما. انا هرجع اتكلم معاك عن الدوري العام ورؤيتك للناس، معلش ان في لعيبه جديده الناس اللي هي القديمه دي زي سعد سمير زي حسام عاشور زي الناس دي بتاخد تحضن او بتحضن على اللعيبه الجديده، بتديها الخبره بتاعتها بتنقلها لها، فلما يبص يلاقي نفسه الفرقه تقريبا معظمها ما فيهاش زي كان زي ما بنقول الكابتن حسام غالي وكابتن حسام عاشور وعمدة الفريق الرئيسي، الفريق دي بصرف النظر عن الكوره لا ده بيدوا كمان الناحيه النفسيه ثقه يعني للعيب الجديد بالظبط، بيدوا له ثقه وبيحضن عليه وبيساعده وبيشجعه كده يعني. طب انا بس هقول للساده المشاهدين، كابتن جمال قال خلال متابعتنا لتصريحات دكتور خالد محمود معلومه انا اتفاجئت بيها واعتقد انها تكون مفاجاه للجميع. كابتن جمال قال وانا ما اعرفش ده طبيا ازاي حصل يعني، انه لعب 6 مواسم في الدوري المصري من 85 ل 91 بالظبط دون ان يخضع لجراحه الرباط الصليبي، وهو عنده رباط صليبي مقطوع، وانا اعتقد ان ده امر اشبه بالاعجاز. وكررت السؤال مره ثانيه، قلت له كابتن جمال 3-4 مرات قلت له ما عملتش عمليه جراحيه، قال لي لا رحت المانيا وكان في جهاز زي للنادي الاهلي بينقل دلوقتي هذه الخبرات الطبيه لمصر، عمليات الاستشفاء او التاهيل، وقال انه خضع لتدريبات تقويه للساق المصابه والعضلات الساق المصابه والمنطقه العضلات المحيطه بالركبه في عضله الفخذ او في السمانه والساق يعني بشكل عام، وقال ان ده حوله لشخص قوي جدا في هذا الجانب عضليا، وان ده اداله القدره على الاداء في الملعب لست مواسم. ويا ريت تاكد المعلومه دي يا كابتن جمال. انا متفاجئ بالكلام ده لانه بعيد تماما عن الكلام العلمي والطبي يعني. بص انا في 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 موسم 85 اصبت اصابه الدكتور قال لي عليها دي مثلث الرعب، رباط صليبي رباط خارجي وغضروف. تمام. سافرت على طول بعدها على انجلترا على اساس، بس قبل ما اسافر كنت عامل الغضروف. دكتور هنا مصطفى الشرقاوي الله يرحمه قال لي لا احنا ما بنعرفش نعمل الرباط الصليبي، فانا هبعتك لدكتور اسمه تريكي في انجلترا الاول. فرحت وقبل ما عملنا الحجز وكده فقال لي لا ده انت عضلاتك ضعيفه جدا لازم تعمل تقويات الاول عشان اعمل لك العمليه. تمام. رحت مركز تأهيل هناك وفي طبعا أحدث الأجهزة، ولغاية دلوقتي بعض الأجهزة دي مش موجودة في مصر. يوميا مع حمامات السباحة مع جاري كل أنواع التقويات، كان معايا الله يرحمه الكابتن إبراهيم يوسف نفس الإصابة عندي عنده كمان عنده نفس الإصابة قطع في رباط الصليب بالظبط كده. بدأت أنا كان في إصرار وعزيمة وعايز أرجع، قعدت حوالي يمكن 7 شهور ما لعبش خالص. في مرة من المرات في أولاد بيلعبوا في الجنينة قلت ألعب معاهم، نفسي ألعب، فلقيت أوكي لقيت نفسك كويس. فروحت للدكتورة بتاعت العلاج الطبيعي قالت لي طب هعمل لك اختبار ولو حصل إني كويس خلاص حسيت بألم أو مكان بالظبط عملت اختبار لقيتني كويس. رحت بالتقرير بتاعها للدكتور تريكي قال لي انا بستعجل، نفس اللفظ كده بالانجلش، انا بستعجل انت ازاي بتلعب، بس في لاعب في في امريكا كره سله كان زيك كده ولعب وهو عنده رباط صليبي مقطوع، فعموما كمل وابدا العب مباريات عادي خالص. قال لك تلعب انا جاي الكلام ده كان في شهر 5 قال لي انا جاي لكم مصر في شهر 10 لو حصل لك حاجه اعمل لك العمليه في مصر. انا رجعت مصر رحت مع الفريق المصري كان معانا مدرب جديد اسمه اوسكار ورحنا على المانيا. الجهاز اللي بقول لحضرتك عليه بقى ده
ده انا خلاني بقيت عامل يعني طبعا ما مش دلوقتي يعني كان عامل زي بالظبط كمال الاجسام عضلات الفخذ نفسها العضله الاماميه نفسها والعضله الخلفيه والضمه كله كان كانه بالظبط لاعب كمال الاجسام. نزلت لعبت وفضلت العب من 85 ل 86 ل 91. ما كنتش بيجي لك شكاوى احيانا الم في المنطقه دي؟ خالص. انا مستعد يعني اي دكتور بيسمع الكلام ده بيقول لك ازاي الارتكاز والتحرك انك ترتكز على رجلك وتلف. الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري لما جه يمسك النادي المصري سنه قبل ما يمسك منتخب مصر سنه 90 كان ماسك النادي المصري. فانا رايح اسلم عليه بحكم ان هو كان مدربي في النادي الاهلي. فبيقول لي اخبارك ايه؟ انا سامع ان عندك رباط صليبي. قلت له لا، ما انا لعبت بيه السنين اللي فاتت دي كلها وانا خلاص يعني ما بلعبش دلوقتي يعني شبه معتزل يعني. قال لي لا، انا عايزك تيجي تلعب معايا بس هعمل لك اختبار واحنا قاعدين دلوقتي في الفندق. اطلع وانزل ونط بجد والله بقيت الناس فاكريني ايه ده اللي بيعمله استغربوا يعني الكابتن جوهري انت بتعمل فيه ايه يعني. فالمهم فعلا قال لي لا كمل معايا خلاص انت رجليك كويس. امال بيقولوا في رباط صليبي عندك ليه؟ قلت له فعلا عندي بس انا ما بشتكيش منه خالص يعني. حاله غريبه والاطباء يقولوا رايهم الدكتور يجي يكشف عليا ويشوف يعني دكتور خالد يقول رايه في الكلام ده في تصريحاتك كابتن جمال. طيب هنتكلم عن المنافسه. هرجع للسؤال اللي كنا بدانا بيه قبل ما نتابع اللقاء مع الدكتور خالد محمود. الفارق الان لصالح الزمالك في النقاط، الزمالك متصدر وماشي بشكل مستقر نتائجه في الدوري المصري، لكن الحافز عند النادي الاهلي عالي جدا والنادي الاهلي عوض فوارق نقاط اكبر من الفارق الموجود الموسم ده في مواسم سابقه وفاز بالبطوله. شايف ازاي فرص الاهلي في الفوز ببطوله الدوري بشكلها الحالي بفارق النقاط الحالي؟ انت يعني جاوبت تقريبا على السؤال ان النادي الاهلي عنده من الحماسه ومن العزيمه ومن ان دي بطولته المفضله ان هو يرجع تاني. في ظروف معاكسه حصلت تمام، من اصابات، من تعدد مباريات، من خساره مباريات نفسيا، دي اثرت نوعا ما، لكن النادي الاهلي بيرجع على طول. مفيش مشكله. قبل كده كان في حوالي موسم المواسم كان فرق بيننا وبين الزمالك حوالي تسع بونت، وكان الفريق بيتسمى لو تفتكر فريق الاحلام. يعني كان حتى اللعيبه اللي موجوده كان في تعاقدات مميزه جدا في الزمالك الوقت ده، وكان لا في الفتره دي كان الفريق ده الحقيقه كان في سباق بين الاهلي والزمالك الوقت ده، لان الاهلي كان مرجع صفقات مهمه جدا وتعاقد مع عناصر مهمه، وكان مرجع نجوم محترفين في اوروبا من نجوم النادي الاهلي، والزمالك كان دخل كمان في مجموعه صفقات مميزه جدا في الوسط. فريقين كانوا في منتهى القوه السنه. فيعني انا اعتقد الاهلي راجع تاني ان شاء الله، ومع الستيب باي ستيب اللي احنا ماشيين عليه بالنسبه للعيبه اللي هي مصابه ترجع تاني، فان شاء الله باذن الله هيبقى في المنافسه ولسه الدوري في الملعب. يعني احنا ايه الفرق؟ عدد المباريات يعني النقاط اكبر بكتير من الفارق بالظبط كده يعني. النادي الاهلي انا بس بيحتاج تركيز شويه ومحتاج ان هو يلعب المباريات كلها كاس. يعني ما عنديش انا ما يفقدش رفاهيه التعادل، لا 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 ما عنديش، انا نازل اكسب. وده طبعا دي طبيعه النادي الاهلي على فكره، يعني انا مش بقول كده بس انا باكد بس عليها. بس ان الوضع تازم شويه فلازم اللعيبه تاخد المباريات كلها لانها ما فيهاش بديل عن الفوز. بالظبط مباريات كاس يعني. وده بقول لحضرتك احنا اتربينا على كده، ان انا رايح اكسب بصرف النظر انا بلعب فين. انا بلعب في بورسعيد، انا بلعب في المنيا، انا بلعب في اسكندريه، لا احنا رايحين نكسب. إذا حصل بقى مثلا، تحصل طبعا كتير سوء حظ، بيحصل حكم مش موفق، لعيب مش موفق، دي حاجة تانية يعني. لكن أنا ببقى رايح كان فريق نادي الأهلي سواء كان فريق أول أو ناشئين، أنا رايح أكسب. وده اللي المفروض لعيبة النادي الأهلي الفترة اللي جاية كلها كل المباريات بصرف النظر هلاعب مين، أنا نازل أكسب. طيب كابتن جمال، درجة التناغم اللي ممكن نوصل لها بتاخد وقت قد ايه مع جهاز فني جديد، مع لعيبة جدد، مع غيابات لسه بترجع للفريق، لعيبة كانوا مصابين، متخيل الاهلي يوصل لافضل شكل اداء ممكن، او كمان الجمهور مستني الاداء ده بعد الصفقات الكبيرة اللي تمت والتعاقدات النادي انجزها في الفترة اللي فاتت؟ هو بص هقول لك حاجة، هو صعب جدا اللي في اللي النادي الاهلي فيه دلوقتي. لو مسكنا الاصابات، لعيبة جديدة، مدرب جديد عشان ينقل فكره للعيبه ويبدا يحط طريقه لعبه، على الاقل مش اقل من 3 شهور. واكتر كمان. ليه؟ لان انت عندك
مش هيقدر في فترة، يعني انت لسه لعب اول امبارح وهيلعب يوم الخميس وبعدها بثلاث ايام، صعب جدا ان هو ينقل فكره بصورة سريعة. لا هتاخد وقت، بس هي في ميزة كمان اكتر، ان لعيبة الاهلي عندهم من الفكر الكروي الاستيعاب اسرع ما يمكن من خبراتهم الكبيرة، فممكن يبقى الاستيعاب ده يبقى سريع شوية. لكن انا برضو يعني شايفها ان هي بتبقى صعب من ضغط المباريات، من الإصابة، الإصابات الكتيرة دي ممكن تخلي المدة أطول شوية مع استيعاب اللعيبة لفكر المدرب. يعني متوقع مثلا أنه حسب خبراتك وحساباتك للكورة أنه ممكن النادي الأهلي يوصل لحالة الأداء الكاملة المناسبة لحجم الصفقات اللي النادي أنجزها واللعيبة والقدرات الموجودة عند الفريق، وأنه الجهاز الفني يكون أخذ وقته عشان ينقل الخبرات دي وطريقة لعبه يستوعبها الفريق ومجموعة النجوم الجدد. متوقع الأهلي يبقى في أحسن شكل له في الأداء والنتائج خلال قد إيه تقريبا من دلوقتي؟ دي يعني اندماج حسين الشحات مع الفريق هياخد وقت، بس ممكن زي ما قلت لحضرتك الفكر بتاعه. هن انت عايزني اقول لك مده تحديدا؟ تقريبا تزيد او تقل، هي صعبه جدا، يوصل لافضل صعبه شكل. جدا ان انا احدد، لكن ممكن تبقى في خلال شهر من دلوقتي بس نتكلم في اربع مباريات او ست مباريات كده. بشرط ان طبعا دي بتاعت ربنا اكيد، يعني الاصابات الفريق الكامل اللي هو يبقى مثبته. تثبيت الفريق دي من اهم الفريق من اهم العناصر اللي بتخلي الفريق يكسب او نتائجه مستقره. فمجرد ان مثلا حسام عاشور يبقى ارجع وازارو يرجع واجاي يرجع، تخيل انت الفرقه دي، سعد سمير يرجع ودخل بقى مع المجموعه صالح رمضان حسين الشحات وحسين الشحات، يعني الجماعه دي تخيل انت بقى تكون الفريق دوت كده، تلاقي الدنيا دي النادي الاهلي لا شكل تاني خلاص، لا شكل تاني يعني، لان هم كمان اللعيبه دي حافظوا بعض يعني. البطوله الافريقيه، النادي الاهلي متصدر مجموعته في البطوله الافريقيه، عاد بنقطه تعادل من الجزائر وفاز في مباراته الاولى في دوري المجموعات هنا على ملعبه وسط جماهيره. شايف فرص الاهلي في البطوله الافريقيه ازاي بعد الوصول للنهائي وعدم التوفيق في الفوز بالبطوله في النسختين الاخيرتين؟ بص، هو النادي الاهلي في الموقف يعني على راس المجموعه ده طبيعي. يعني انا مش بقول ده الاهلي طبيعي، بس يعتبر انجاز في ظل الظروف اللي النادي الاهلي فيها. يعني الظروف صعبه جدا، زي ما قلنا الاصابات، زي ما قلنا لعيبه جديده، تجديد في الفريق، زي ما قلنا مدرب جديد، كل دوت عناصر ممكن تكون فيها تاثير نوعا ما سلبي شويه. لكن انا شايف ان الوضع اللي الاهلي فيه ده وضع طبيعي. النادي الاهلي هو بطل افريقيا، اكتر فريق في على مستوى افريقيا حصل على البطوله، اذا كان صادفه حظ عاسر الموسم اللي فات او البطوله اللي فاتت، لعيبه الاهلي قادره والنادي الاهلي قادر ان هو ان شاء الله يحصل على البطوله. ايه المختلف اللي مطلوب من فريق الاهلي وجهازه الفني هذا الموسم عشان ناخد البطوله الافريقيه اللي غابت عنا رغم الوصول للنهائي في اخر نسختين؟ ايه الاخطاء اللي حضرتك عايزهم يتفادوها في المباريات اللي جايه في البطوله الافريقيه؟ انا في الفتره اللي هي او البطوله اللي فاتت كان النادي الاهلي خسرها، كانت اقرب حاجه كنت بشوفها في لعيبه النادي الاهلي عدم التركيز. دي كانت ملحوظه ما كانتش موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. التركيز كان بعيد قوي عنهم. دي كانت الملحوظه الاساسيه عندي بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. طبعا انت عارف المباراه اللي هي الثانيه لما تكون على ملعبك او النهائي يكون على ملعبك تختلف لما تكون خارج ملعبك طبعا. فدي برضو اثرت مع لعيبه النادي الاهلي. زائد معلش انا برضو كان في بعض يعني الجهاز الفني او الاداره اتاخرت شويه في التعاقد مع بعض اللعيبه. يعني انا كنت افضل ان قبل كنت البطوله، شايف ان التعاقدات دي مطلوبه كمان بدري، مطلوبه شويه بدري، واضح ان الفريق انا شايف لا اتاخرت، وده اللي يعني سبب المعاناه اللي موجوده حاليا. يعني سنه التاخير دي كان ليها، لان انا شايف ان كان في انديه كانت في الفتره دي عماله تاخد افضل لعيبه على مستوى افريقيا مش مستوى مصر يعني. وانا بعض النادي وفي النادي الاهلي كان في برضه يعني كنت مع فكره المطالبه بالتعاقدات الجديده وان النادي الاهلي يضيف اسماء جديده، شايف الفريق محتاج عمليه التجديد بالظبط. انت عندك يعني معلش يعني فرقه من فريق بيراميدز تمام،
واخد افضل لعيب. فين النادي الاهلي من مجموعه من الصفقات الجديده اللي هي اللعيبه اللي بتتباع بتتحرك بالظبط. يعني فين ساب الناس دي ليه يعني؟ النادي الاهلي اكبر اقتصاد نادي موجود على مستوى الشرق الاوسط. ما فيش مشكله من الناحيه الماديه. فيعني مش هنقول ان النادي التاني هو اللي معاه فلوس، لا النادي الاهلي قده 10 مرات. فانا بعتب بس على حته التاخير سنه. طب ودلوقتي بعد الصفقات اللي تمت هل اكتملت صفوف النادي الاهلي؟ لا لسه. شايف ان الفريق ولا لسه في صفقات؟ لا لسه في لعيبه. انت عندك معلش يعني انا شايف مين عندك راس حربه؟ ازارو حاليا صلاح محسن، ازارو مروان بالظبط. ولو بيطلع حد من الشباب بقى محمد شريف او الشباب يعني يمكن مروان شويه حكايه الاصابه دي اتمنى الرباط الصليبي هتكون مؤثره عليه شويه. لكن انا محتاج برضو راس حربه. اللي حضرتك تقصد اصابه مروان الحاليه؟ مش الرباط الصليبي اللي ابعد سنه. لا الرباط الصليبي الحمد لله رجع لكن الاصابه الحاليه بنتكلم في 3 إلى 4 أسابيع ويعود بالظبط. لكن انا الوحيد اللي فيهم اللي ممكن يبقى راس حرب هو مروان محسن اللي بتنطبق عليه مواصفات راس الحرب. تمام. لكن ازارو وصلاح محسن. صلاح محسن وازارو لا انا لان صلاح ازارو من نوعيه اللاعب اللي ما ينفعش يبقى في جوه ال 18 لا يبقى جاي من بيخترق بيجي مساحات بيخترق من الخلف بتشوفه للأمام. اقرب للاعب الوسط المهاجم بالظبط يبقى افضل ليه كده لان هو قدام المرمى ما عندوش معلش انا يمكن لا بتكلم شويه مع الناس جمال. انا بتكلم مع راس حربه. انا شايف ان ازارو مش راس حربه بمعنى راس حربه مش راس حربه صريح لاعب وسط مهاجم بالظبط بيحرز اهداف بالظبط. اللي راس حربه صريح هو مروان محسن. طريقه لعبه وتمركزه يعني يقدر ازارو ما يقدرش يلعب الكره وهو ظهره للجول الا اذا كانت بالصدفه. ده في رأيي شايف ان مميزاته الانطلاقات والسرعه والمساحات بالزبط. اللي هي مواصفات لاعب الوسط المهاجم بالظبط. انما مروان محسن اساسي الشكل العام بتاعه وطريقه ادائه خاصه ان هو لما بيكون حتى كمان ظهره للمرمى بيبقى حافظ الجول بقى شايفه زي ما انا كنت يعني كراس حربه ببقى ظهري للجول لكن انا شايف هتقول لي ازاي. بس الناس لما تسمع كلامك يا كابتن جمال في النقطه دي هيقولوا بس الموسم اللي فات ومعدل تهديف وليد ازارو وانه هداف الدوري وانه رغم ستايله اللي بيحب يتحرك فيه في مساحات ويستغل سرعته الا انه اهدافه كثيره جدا. كان مين معاه بقى؟ كان مين معاه؟ كان اكتر من صانع لعب بيلعب. يعني حتى يمكن في هدف لسه جايبينه دلوقتي ان هو بيحط رجليه جت في العارضه جت في دماغه ودخلت. فكان في حظ جميل يعني حاله توفيق مع لعيب الوسط توفيق جامد جدا معاه. لكن انا بتكلم على راس الحربه راس يعني عايز تعاقد مع راس حربه تاني مع المجموعه يعني الموجوده كابتن محمود الخطيب راجل راس حربة يعني عارف حافظ الجون سواء بقول لك ظهره للجون زي ما احنا متعودين. انا دي دايما بقول راس الحربة لو ظهره للجون اتكلم عن اللاعب اللي يجيب جون من لمسة واحدة من لمسة ومش شايف يعني مش باصص على الجون. انت ممكن تبص تلاقي انا ظهري للجون وجايبها. في جوان كتيرة كده والكابتن محمود خطيب والكابتن عماد متعب ففي كتير قوي لعيبة فيها الصفة دي. لكن المميز فيها أو الصفة الوحيدة اللي بتنطبق على رأس الحربة اللي موجود في النادي الأهلي هو مروان محسن. فأنا محتاج رأس حربة تاني رأس حربة صريح مع المجموعة الموجودة مع جاي مع صلاح محسن مع أزارو مع أزارو تحتيهم السلية وحسام عاشور هتلاقي الفرقة ظبطت تماما يعني. بس لازم محتاجين تاني رأس حربة تاني رأس حربة لان خلاص الاهلي تعاقد مع اكتر من لاعب في مركز الهاف ديفندر والمساكين وكل الناس كانت بتتكلم عن ان النادي الاهلي محتاج تدعيم في خط النص في مركز الوسط المدافع وفي مركز المساك والنادي الاهلي اختار عناصر مميزه جدا وتعاقد معاها. لكن اول مره بنسمع حاليا التعاقد مع راس حربه يعني ده رايي انا في رايي بصراحه راس حربه انا في رايي معلش انا طبعا لا بالعكس نظر خبرتك كبيره لكن انا شايف ان ورايك يحترم يعني النادي الاهلي لاني اصلا هقول لحضرتك حاجه انت الاهلي هيلعب دوري بطولة كاس بطولة دوري بطولة كاس بطولة افريقية وربنا يسهل ويكسب ويدخل محتاج اكثر من لاعب في اكثر من مركز وكلهم مميزين بالظبط. لازم تبقى معدي ايه تاني الملاحظات او السلبيات اللي شفتها في اداء الفريق في البطولة الافريقية اللي فاتت واللي قبلها اخر نسختين للبطولة الوصول للفاينل وعدم الفوز؟ ايه السلبيات غير عدم التركيز اللي لازم برضو ما نكررهاش في البطولة دي كلاعيبة
كلاعب. احنا اتكلمنا خلاص عن التعاقدات وانها مطلوبه ودعم الفريق وتعاقدات اكتر كمان، على مستوى الجهاز الفني واللعيبه مطلوب ايه بقى؟ بص الـ 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 زي ما قلت التركيز قوي، التركيز في البطوله. في نفس التوقيت لازم النادي يحطه في دماغهم ان انا بمثل النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر نادي في مصر، في العالم، في افريقيا، نادي القرن. ما ينفعش ان انا بطوله من البطولات تطلع من ايديا بالاسلوب اللي حصل البطوله اللي فاتت. يعني الحماس كان قليل، روح الفانيله كانت قليله، في عصبيه كانت في الاداء، خاصه في المباراه النهائيه لو تفتكر ان كان في اعتراضات كتيره على التحكيم. لكن انا برضو بديهم العذر لان كانت المباراه في المباراه النهائيه على ملعب المنافس الترجي، على ملعب الترجي يعني. فده دايما عندنا لعيبه يا كابتن جمال يعني في المباراه دي للايقاف ازارو. اصابات وغيابات بقى، كان بنتكلم عن اجايه واحمد فتحي، وكان قبلها مرحله عدم التجديد ان عبد الله السعيد مش موجود مع الفريق، وكان في معلول كمان. فاحنا بنتكلم عن الاسماء دي تاثيرها على الفريق، على اي فريق في العالم. بنتكلم عن اقوى خمس او ست لاعبين في المجموعه اللي كانت موجوده في الوقت بالظبط، مع طبعا اسماء من ضمن الاسماء يعني، بس كان بقى العبء كله هجوميا على وليد سليمان انه يشغل خط الهجوم. اوكي، بس انا في نفس الوقت انا النادي الاهلي، انا ممكن عنصر من العناصر في اصابه، في انذار تاني، في طرد، الكلام ده انا ما اتاثرش بيه. انا بلعب على بطوله مهما كانت الظروف عندي، دي بطوله نهائيه خلاص انا وصلت لها. الاصابه انا كجهاز فني محضر ان لو حصل ان مثلا في اسوء ظروف لو غاب عندي نص الفريق اقدر لازم اعمل حسابي كده، وانا مقيد كام لعيب في البطوله يعني، فلازم اكون مقيد الناس اللي ممكن تحقق لي البطوله. انا بلعب حوالي 6-7 ماتشات وهاخد بعدها ببساطه ان يبقى دكه البدلاء بره على نفس المستوى او على مستوى قريب من اللي في الوقت. وده الاساس، ان ما توقعنيش لو احتجت استعين باللاعبين البدلاء ما يوقعونيش في اي وقت. بالظبط، وده طول عمر النادي الاهلي كانت كده بجد. طول يعني لو تفتكر البطوله اللي انا بقول لحضرتك عليها كاس مصر، مين كان احتياطي في النادي الاهلي في الفتره بعدها في الفتره دي؟ كان كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر الشيخ، نزلوا كل واحد جاب جول وكسبنا لو تفتكر 4-2 مباراة 4-2 لما كان الزمالك متقدم 2-1 بالظبط. بدأت المدرجات والهتافات والاستاد مع نزول كابتن خطيب وبدأت الدنيا. الماتشات اللي قبلها انا كلها لعبتها، ما لعبتش المباراة النهائية. نزل كابتن محمود الخطيب ونزل طاهر الشيخ جابوا فكسبنا 4-2. فانا اقصد ان كلوبر دكة النادي الاهلي مميزة، ان بره مين موجود بره، دي اللي انا زي ما بيقولوا يغير المباراه بالظبط بكسب بيها يعني. هنكمل كلامنا مع حضراتكم مع الكابتن جمال جوده، لكن خلونا نشوف متابعه اخبار فريق الكره الاول في النادي الاهلي، وهذا اللقاء تقرير اخر ولقاء مع الكابتن محمد يوسف. احنا طبعا كنا نامل ان احنا نفوز على اساس احنا نتصدر بست نقاط وتحسم او تمشي خطوات كبيره في التاهل، لكن انا بقول تعادل مش سيء يعني، انك بتحصد 4 نقاط وبعد نتيجه فيتا كلوب مع سيمبا، فطبعا احنا كده بقينا على راس المجموعه برصيد 4 نقاط. دوري المجموعات مهم جدا ان انت تجمع نقاط، مهم جدا ان انت ما تخسرش طبعا جوه قبل بره. الخساره في دوري المجموعات ان شاء الله ما يبقاش ليها مكان ان شاء الله في دوري المجموعات السنه دي، لكن لما نيجي نتكلم على الظروف لابد ان احنا ناخد بعض النقاط في اعتبارنا. اولا اللاعبين الغائبين عن الفريق ده رقم واحد، رقم اثنين ان احنا يعني عايز اقول بتلعب فريق عنده دوافع او مش عنده دوافع، فريق اول مره يلعب في بطوله افريقيا، بيلعب قدام النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا، صغار السن لاعبيه، بيلعبوا في وسط جمهور طبعا الجمهور الجزائري كلنا عارفين انه جمهور عنيف جدا في تشجيعه الملعب طبعا وارضيته. لكن انا مش عايز اقول الكلام ده ليه، عشان ما حدش يطلع يقول فيه مبررات ولا حاجه. احنا بنقول نقطه في ظل ان انت كنت متاخر بهدف وترجع للتعادل، انا بقول نقطه كويسه، لكن ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ان شاء الله الاداء يبقى احسن، ان شاء الله كمان
المباراة القادمة هتبقى مع سيمبا في ملعبنا، فإن شاء الله نقطع خطوة كبيرة فيها بالفوز، إن شاء الله نوصل لسبع نقاط. وتاني بكرر دوري المجموعات مهم جدا زي ما أنت قلت، بتلعب فريق برضو أنه ما خسرش على ملعبه من أربع سنين غير مباريتين. خلي بالك كمان واللي ممكن الناس أو الجمهور ما يعرفوش، أن فريق شباب الثورة فريق عنيد جدا وفريق بيعمل نتائج مع الفرق الكبيرة في الجزائر في الدوري الجزائري زي مولودية وهران وزي شباب قسطنطينة وزي مولودية الجزائر، يعني الفرق الكبيرة وفاق سطيف كل الفرق الكبيرة. هذا الفريق بيعمل معها نتائج غير متوقعة، فطبعا احنا لما درسناه وكجهاز فني بصينا على كل المباريات بتاعته على سواء في الدوري او في افريقيا، عرفنا نقاط القوة ونقاط الضعف. هو فريق جيد، وانا اتوقع ان المباريات اللي هتبقى على ملعبه مع فيتا كلوب ومع تسيمبا هتشوفوا النتائج بتاعتها مش هتبقى سهلة. دي نقطة. النقطة التانية انهم احنا عندنا ظروف اصابات، الظروف دي ايا كان طبعا البركة في الموجودين وكده، لكن برضو لما بيبقى عندك اسامي تقيلة موجودين في الاصابات لما يرجعوا ان شاء الله هيدوا استقرار اكتر وهيدوا مردود احسن ان شاء الله. تصريحات الكابتن محمد يوسف عن المرحلة الجاية وعن الاستفادة من أوجه السلبيات اللي بتظهر في كل مباراة وإزاي نعدلها أو نتفاداها في المباريات اللي جاية، وإزاي الجهاز الفني بيلتفت ليها عشان الأخطاء دي ما تتكررش إن وجدت في أي مباراة، وإزاي نستفيد بمناطق أو نقاط القوة في الفريق بالشكل الأمثل، وإن الأمور ما تحتملش إضاعة فرص أو إهدار أهداف وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل. حسابات أعلن عنها كابتن محمد يوسف يا كابتن جمال إنه ممكن أبقى الهدف الفوز، لكن التعادل خارج ملعبي هو الحد الادنى المطلوب في اي مباراه، لو انا مش هكسب يبقى ما اخسرش المباراه. بالظبط، ده اللي احنا زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي متعود عليه، يعني ان انا رايح اكسب، اذا حصل ان انا تعادلت يعني مش ما اخسرش، يعني من الامور المقبوله خارج ملعبك. بالظبط، لكن جوه ملعبي طبعا لا، انا كده كده لازم اكسب سواء بره او داخل، يعني في ملعبي او في الخارج، يعني او ملعب الخارج. ده ان احنا بقول لحضرتك النادي الاهلي تعود عليه واحنا تعودنا عليه. شفت المباراه الاخيره، تابعت مباراه الاهلي الاخيره في البطوله الافريقيه امام الفريق الجزائري ولا الوقت ما كانش متاح؟ لا انا عندي ظروف ما قدرتش اتابع المباراه عشان ما اسالش عنها، بس في بعض التفاصيل يعني. لا طيب هتكلم عن شكل اداء الفريق. الاخبار الموجوده معانا بتقول انه لاسارتي بيجهز اللاعبين وبيوقف التدريب اكتر من مره عشان التمركز وعشان عايز يبدا يلعب الفريق كوره على الارض، وتحضير الهجمه يبدا من خط الدفاع ومن عند حارس المرمى. تمام. وانه عايز يبعد خالص عن فكره اللعب بطول الملعب الكرات الطويله. تمام. رايك ايه في اسلوب المدير الفني لاسارتي، وهل ده الانسب لطريقه وقدرات لاعبي الاهلي ولا لا؟ ده انا يعني اقدر اقول ان هو فاهم لعيبه النادي الاهلي، فاهم طريقه لعب النادي الاهلي، يعني لو عمل غير كده ما كانش هينجح. فانا بديله زي ما بيقولوا برفع القبعه ان هو فهم اسلوب وطريقه لعب النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره متعود، يعني احنا مش بنلعب الكره الانجليزيه اللي هي اعمل طويله طويل نلعبها بدماغه وحاجات كده، يعني لا، النادي الاهلي طول عمره بيحضر من تحت سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، وبيقرب الخطوط كلها بتقرب مع بعض بحيث ان الكوره تبقى يخلق فرص التهديف. بالظبط. فانا يعني بحييه ان هو هيلعب بالاسلوب ده، لان كمان جمهور النادي الاهلي كان بدا فيها معانا ان احنا بنلعب مش ده كرات طويله، ان ده مش ستايل لعب الاهلي، مش هو ده، ومش احنا مش عايزينه. يعني انت عارف انا من ضمن الجماهير العريضه للنادي الاهلي، انا احب اللعب الحلو، يعني حتى لو النادي الاهلي كسب وادى مباراه مش جيده تبقاش مبسوط، ما بقاش مبسوط، انا عايز مكسب مع اداء جيد. وده اللي كان النادي الاهلي بيدونا السنين اللي فاتت كلها يعني. والحمد لله ان في التعاقدات الجديده ممكن دي تدينا مع المدرب طبعا واللعيبه الجديده تدينا الانطباع دوت اللي احنا متعودين عليه. ان شاء الله الامور تكون افضل في الفتره الجايه. ايه اهم حاجه عايز النادي الاهلي يركز عليها، جهاز فني ولاعبين نجوم الفريق، اهم حاجه شايف حضرتك انهم لازم يركزوا عليها سواء في مشوارهم المحلي او الافريقي في الفتره الجايه؟ اول حاجه لازم روح الفانيلا النادي الاهلي،
حد يقول لي يعني لا احنا عارفينها يعني الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واداري النادي الاهلي الروح في الملعب ان انا عايز اكسب كل مباراه ان احنا عارفينها بيننا وبين بعض يعني ان روح الفانيلا الحم تمام. انا مش عايز اتكلم على ان انا الاقي حجج اتحجج ان انا عندي اصابات كثيره مثلا ان انا بسافر من هنا ماتشات قليله ثلاث ايام بالمباراه ومش هتنفع والتانية. كمان في الفتره الجايه خلاص ان في اصابات لان النادي عوض ده بتعاقدات جديده بالزبط. ووفر لاعبين وفي ناس رجعت فما من حدش يجي يمكن لسه الكابتن محمد يوسف بيتكلم ان المباريات قريبه من بعض وان انا مش عارف بلعب لا انا مش عايز الكلام ده انا عايز احط في دماغي ان انا رايح بلعب البطولات دي سواء كانت بطوله افريقيا او بطوله الدوري انا بلعب على ان انا اكسب البطولات دي عندي من الامكانيات سواء كانت ماديه سواء كانت جماهيريه سواء كانت اجهزه فنيه لعيبه تقدر تحقق لي ده بسهوله بعد التعاقدات الجديده بعد الـ 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 التركيز اللي احنا اتكلمنا فيه مع لاسارتي ان هو هيبدا يعمل اسلوب وطريقه النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها لانه عنده من احرف اللعيبه اللي موجوده على مستوى مصر يعني فانا مش هفضل العب كره ليا طويله يعني فده برضو اللي انا بطلبه من النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي التركيز المدرب لازم يبقى على يعني زي ما بيقولوا ايه تثبيت الفريق لازم يثبت تشكيل الفريق ما ينفعش ان انا اغير كل شويه لازم يبقى فيه تثبيت شكل ثابت خلاص الا في الحدود اللي احنا الاصابات الانذارات حاجات الاضطراريه فلازم يبقى فيه تثبيت للطريقه اللي احنا بنلعب بقى بيها او اللي هو بيبدا يحضر ليها اللي هي نقل الكره وتحرك الخطوط كلها مع بعض ان شاء الله يكونوا موفقين في الفتره الجايه ونشوف نتائج واداء افضل ونشوف انعكاس لجهد الجهاز الفني ومجلس الاداره في البدايه في التعاقدات الجديده وايضا تجهيز المصابين وعودتهم للمشاركه مع الفريق ان شاء الله نشوف شاء مردود لده كله ان شاء الله وتمنياتي بالتوفيق دايما للفريق النادي الاهلي والاجهزه الفنيه بتاعته بشكرك جدا كابتن جمال جودة نجم الكرة المصرية السابق ونجم النادي الأهلي والنادي المصري سابقا شكرا جزيلا لك بشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا يا كابتن جمال شكرا مشاهدينا بشكر ضيفنا في الاستوديو الكابتن جمال جودة وإن شاء الله أيضا فقراتنا مستمرة بعد الفاصل ابقوا معنا نهاية هذا الحوار وبشكر حضراتكم على المتابعة والبقية الحوار القادم إن شاء الله يكون مع زميلي العزيز أمير هشام ولكن بعد الفاصل مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان فقرة حوارية أخرى من حلقة الأهلي الليلة النهاردة وبنستضيف فيها طبعا دكتور الكبير دكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يا دكتور منورنا ومشرفنا الله يخليك وأنا متشكر طبعا لحضرتك وقناة الأهلي على استضافتكم ليا النهاردة منورنا دايما إن شاء الله خلينا في البداية كده نروح نشوف تقرير صوتي عن المنشطات ونرجع نستكمل هذا الحوار الهام وشيق لا تزال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تبذل جهوداً واسعة بالتعاون مع المنظمة الدولية وادا ووزارة الشباب والرياضة للحد من انتشار المنشطات والهرمونات في الوسط الرياضي بين الرياضيين سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية يبدو أن هناك خطر آخر يهدد مستقبل اللاعبين غير الإصابات فالإيقاف نتيجة تناول المنشطات هو الخطر الحقيقي والأكبر الذي يهدد مستقبل اللاعبين خاصة وإن كانت تلك المنشطات يتم تناولها بشكل غير مباشر بل عن طريق اللحوم هرمون الركتوبامين هو هرمون حيواني يتم إعطاؤه للأبقار لإنتاج المزيد من الألبان واللحوم لا يتم إعطاؤه للإنسان مباشرة لكنه ينتقل إليه عن طريق تناول تلك اللحوم وبالأخص اللحوم المستوردة ولسوء الحظ فإن تلك المادة تعد من المواد المحظورة في الرياضة على مستوى العالم العديد من الحالات الإيجابية في الرياضة في مصر تم إيقافها نتيجة لهرمون الركتوبامين حيث بلغ عددهم 6 حالات
تعد مصر هي الدولة الوحيدة حول العالم التي ظهر فيها عينات إيجابية في الكرة الطائرة والألعاب الفردية. رضوى عرفة لاعبة الكاراتيه أول حالة يتم إيقافها لمدة 4 سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية بعد استئنافها على حكم العامين الذي أصدرته لجنة الاستماع والعقوبات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حيث من المقرر أن تنتهي عقوبة اللاعبة في عام 2019 الجاري. من الحالات الشهيرة التي سقطت في فخ الركتوبانين محمد عبد المحسن لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة الذي عقب بالإيقاف لمدة 4 سنوات أيضا، والتي تم تخفيضها بعد ذلك ل8 أشهر. لكن المفاجأة التي أعلن عنها الدكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية، ألا وهي تثبيت عقوبة 8 أشهر على لاعبين الذين يسقطون في فخ هذا الهرمون، الأمر الذي يعد انتصارا كبيرا للرياضة المصرية. يعني طبعا التقرير بين جدا أهمية هذه الفقرة وهذا الملف اللي هيتم الحديث فيه باستفاضة عن المنشطات، وخصوصا ان ممكن بعض اللاعبين ياخدوا المنشطات وهم مش عارفين انهم بياخدوا المنشطات سواء من خلال اللحوم او بعض الاشياء الاخرى. عشان كده احنا معانا طبعا دكتور أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. يا دكتور، يعني اعتقد تقرير مهم جدا، وفي البداية عايزين نعرف الناس بس بهرمون الركتوبامين وازاي تم اكتشافه اصلا. اسمحي بداية كده أشكر قناة الأهلي على التقرير الرائع الحقيقة اللي تقدم دلوقتي، تقدم بشكل احترافي جميل جدا، وما أقدرش أقول فيه أي نوع من الخطأ إطلاقا يعني. وطبعا ده من القلائل إن أنت تلاقي تقرير بيتعرب ممكن ما يبقاش فيه أخطاء تماما. بالنسبة بقى نرجع لسؤالنا، الركتوبامين. الركتوبامين ده عبارة عن هرمون مخلق وبيتم وضعه في غذاء أو شراب الحيوانات. أشهر الحيوانات اللي هي بيتعطى لها الهرمون الركتوبامين يا إما الأبقار يا إما الخنازير، وفي أمريكا بوجه خاص بتتعطى للتركش أو للديوك الرومي. تمام. أكتر كان دول العالم اللي كانت بتتعامل مع هرمون الركتوبامين هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، الصين، البرازيل. ولكن الحقيقة طلعت الصين وروسيا من هذه المنظومة، أصبحت النهاردة أشهر دول اللي هي بتتولى عملية هرمانة الركتوبامين للحوم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبرازيل. برازيل هي نمبر 1 في العالم كله في تصدير اللحوم لدول العالم. مصر بتعتبر البرازيل بالنسبة لها هي الدولة الأولى لاستيراد اللحوم منها. لما نرجع نشوف الركتوبامين إيه دوره. الركتوبامين بيتعطى للحيوان يزود كمية اللحم ويقلل كمية الدهون. تمام. مدة بقائه في جسم الحيوان 7 أيام. إذا ما ينفعش إن احنا نذبح الحيوان في خلال مدة 7 أيام. والأفضل والأضمن إن احنا نذبحه بعد مرور 15 يوم لما تبقى كمية الهرمون في جسم الحيوان صفر. أكتر أماكن بيتركز فيها هرمون الركتوبامين هي الكبد والكلى. الكبد طبعا للتخزين لأنه بيعتبر المصفى بتاعت السموم بتاعت الجسم، والكلى نتيجة خروج كل المواد الغريبة عن طريق الكلى في طريق اليورين أو البول. الركتوبامين بيتنقل للإنسان عن طريق اللحوم أو عن طريق الكبدة بصفة خاصة هي والكلى. يعني النهاردة سندويتش الكلاوي أو سندويتش الكبدة بيبقى محمل به هرمون الركتوبامين. مدة بقاء الهرمون في جسم الإنسان من يوم إلى يوم ونص، مدة صغيرة جدا. ولكن الحقيقة حظ الولاد اللي احنا خدنا منهم العينات ان هو بيبقى بعد ما خلص التمرين او جاي الصبح جعان يفوت على اي واحد بتاع سندوتشات كبدة ياخد منه سندوتش كبدة او سندوتش كلاوي وياخده ويروح رايح يعمل التمرين بتاعه، تيجي حضرتك تاخد منه عينة تطلع العينة ايجابية. الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اعتبرت ان مادة الركتوبامين مادة محظورة لسبب انها بتزود كمية العضلات في جسم اللاعب، وبالتالي اصبح اللاعب عنده ادفانتج او عنده ميزه عن اللاعب زميله اللي ما عندوش نفس الميزه ان هو ما خدش ركتوبامين. تمام. وبالتالي اصبح عنده كميه عضلات اكتر كتير جدا من اللاعب غير المتنشط اللي ما خدش ركتوبامين. هيتيجي حضرتك تسالني او الساده المشاهدين يتبادر الى الذهن، طب يعني هو كان عارف ان اللحوم او الكبد او الكلاوي اللي كلها دي ما يعرفش. ولكن انا عندي في الكود الدولي او الميثاق او الدستور اللي احنا بنتعامل بيه مع الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات مبدا الصرامه او الستريكت لايبيليتي برينسيبلز. مبدا الصرامه ده عباره عن مقوله بتقول ان اللاعب مسؤول عن كل ما يدخل جوفه من اكل
وشرب وعلاج. هل ممكن ان النهارده اللاعب ياخد الركتوبه مين عن طريق الحق؟ لا. هل ممكن ان هو ياخده عن طريق المكملات الغذائيه؟ لا، لابد ان يتنقل اليه عن طريق وسيط، والوسيط هو اللحوم، وعلى الاخص نقول الكبد والايه والكلاوي. هل الهرمون ده ليه اصلا اضرار على الانسان؟ قبل ما هقول لك موضوع الاضرار، عايز اقول لك ان الركتوبامين ما بيموتش لا بالغليان ولا في الطبخ. يعني لازم يتنقل الى جسم الانسان. تعال نتكلم على مشاكله. الهرمون الركتوبامين بيشتغل على المستقبلات بتاعه الادرينالين في جسم الانسان اللي هي بي 1 وبي 2، وبالتالي بيزيد كميه افراز الادرينالين. الادرينالين ده ربنا خلقه لنا في جسمنا عشان نواجه بيه، عارف لما يبقى انت تعرضت لموقف فيه نوع من الخوف طيب. ما بتحسش بقى ساعات كده ان الانسان مننا لو طلع عليه كلب ولا حاجه؟ هو ده نفس الحكايه. ولذلك هتلاقي الانسان مننا عصبي وقلق للغايه. الشعب المصري النهارده عدد كبير جدا منه ماشي في الشارع مش طايق ان واحد يخبطه في كتفه طيب. مش طايق ان واحد يعدي قدامه بعربيه. دي واحد. الحاجة التانية، وده الشيء بقى المهم، انه بيشتغل على الدورة الدموية، فبيزيد كمية الدم اللي رايحة للقلب، وبالتالي بيزود سرعة دقات القلب، اللي بنسمي حاجة عندنا اسمها تاكي كاردي او زيادة في دقات القلب. بالاضافة الى انه بيكبر حجم القلب، ودي اللي ممكن تؤدي الى الوفاة. هنا الخطورة. طب دوره ايه بالنسبة للسرطان؟ هو بيعتبر بريكانسرس، لكن حتى هذه اللحظة لم يثبت ان هو له دور كبير في موضوع السرطان، ولكن الى حد ما لازم نحذر منه. وجوده عندنا في مصر هنا، هل هو بيجي مع اللحوم المستوردة زي ما التقرير قال، ولا ممكن يكون بتتهرمن بيه اللحوم البلدية؟ الحقيقة احنا لجأنا الى وزير الزراعة، وكانت السيدة الدكتورة منى محرز اللي هو نائب وزير الزراعة قالت انها عملت 700 تحليل للحوم اللي جاية من الخارج، وال700 تحليل طلعوا كلهم سلبي. تمام. يبقى معنى كده ان انا مش هقول ان اللحوم المستوردة كلها سليمة، ولكن الى حد ما بتديني اطمئنان وامان. طب هل اللحوم البلدي ممكن تتهرمن؟ هنا نقطة الخوف. ليه؟ لأن النهاردة الراجل اللي هو بيبيع عنده بيتاجر في الماشية ما هوش عارف موضوع السبعة أيام والخمستاشر يوم. هو ممكن النهاردة يكون بيحقن الحيوان بهرمون الركتوبامين ويذبح بعد الثلاث أيام أو أربعة أيام. في أكتر وقت بتبقى كمية الهرمون داخل الحيوان كتير. عالية. هو مسموح له أصلا هو مش مسموح له. ولكن في هنا بقى هو بيعمل ايه؟ هو عايز يزود كميه اللحوم، وهو مش فاهم ان اللي هو اللي عمله ده ملوش فايده. يعني هو لما يجي يذبح الحيوان النهارده ما مش تلحق الثلاث ايام ولا اليومين انها تزود له اللحوم، وبالتالي هو اضر غيره اللي هو اللاعب. مش هتكلم على اللاعب بقى، انا بتكلم على الانسان المصري. اللاعب النهارده بالنسبه لي ثروه حيوانيه كبيره، ثروه ماليه كبيره كده، انا اسف. اللاعب النهارده بيتكلف ملايين الجنيهات، وفي لحظه ممكن افقده وياخد اربع سنين. اللاعبه رضوى اللي هي كانت اول حاله ظهور لماده الركتوبين في مصر، رضوى عرفه سنه 2015، لما تحلل لها طلعت العينه بتاعتها ايجابيه، وتم عقوب العقاب بتاعها من لجنه الاستماع والعقوبات في المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، فاعطتها سنتين ايقاف. الحقيقه هي طلبت استئناف الحكم في لجنه الاستئناف الوطنيه في المنظمه المصريه، لجنه الاستئناف اعطتها ست شهور. بعتنا الحكم للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وده ال- 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 الترتيب بالنسبة للعقوبات في عالم مكافحة المنشطات. طبعا. الوكالة الدولية اعترضت على هذا الحكم، ورفعت قضية على اللاعبة وعلى المنظمة المصرية في المحكمة الرياضية الدولية الكاس، ورجعت المحكمة راح ترفع الحكم إلى أربع سنوات. احنا جينا حضرنا في مرافعة عن اللاعبة في سويسرا أمام المحكمة الرياضية، وقلنا إن ده هرمون بتتهرمن بيه اللحوم في البرازيل. فكان الكلام، طب إذا كانت اللحوم في البرازيل بتتهرمن وفي أمريكا بتتهرمن، ليه مفيش لاعب بالظبط جات لهم عينة؟ الحقيقة احنا كان إجابتنا، كنا قلنا احنا يمكن عشان عالم ثالث وهم بيعملوا لنا هرمانة للحوم وإلى آخره. ظهرت الحالة الثانية محمد عبد المحسن، ظهرت الحالة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. ابتدينا نعمل سيرش على العالم كله، لقينا ان احنا مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها هرمون الركتوبامين، وهي اللي عندها ست حالات ايجابية، فيش اي دولة اخرى في العالم اللي حصل. فاحنا ممكن نقول، هتقولي طب ما امريكا فيها، ايوه، ما ممكن يكون هنا المربي الماشية في امريكا او المسؤولين عن موضوع الثروة الحيوانية في امريكا بتنبه عليه ان هو ما يتبحش الا بعد مرور 15 يوم، وبالتالي هو استفاد من الهرمون بانه زود كمية اللحم وقلل كمية الدهون الموجودة في الحيوان، وفي نفس الوقت هو ما اضرش بحد تاني. هنا هو ممكن يكون، يعني انا قبل ما اجي لحضرتك قاعد بتفرج كده على الفيسبوك، لقيت واحد طبعا انا ما اعرفش هو مين كتب يعني تعليق جميل قوي على الفيسبوك، بيقول خدوا بالكم من الركتوبامين لان اللي بتتعمل بيه حقن للمواشي في بلدنا، بلده ما اعرفش بلده ايه، هي يعني حاجه من الارياف من عندنا في القاهره في مصر، ونسبه الهرمون ده عاليه قوي.
طب ده واحد كده بيقولها لوحده، اذا معنى كده ان احنا لازم ننتبه. طب مين اللي ممكن ان هو يساعد معانا؟ احنا بنطلب طبعا من السيد الدكتور عز ابو ستيت وزير الزراعه ان هو لازم يبقى موجود معانا في هذا الموضوع، بنطلب الطب البيطري انه يبقى لازم يبقى موجود معانا في هذا الموضوع اللي هو الاداره البيطريه، مع وزير، مع عميد كليه الطب البيطري الدكتور خالد العمري، مع نقيب عام البيطريين، وكلنا نشكل لجنه بحيث ان احنا نحاول على قد ما نقدر نوصل معلومه ان موضوع الركتوبامين ده موضوع خطر جدا. ما هو اصلا يا دكتور ما هو لازم يا اما مسموح ان انت اصلا تحقن بالركتوبامين ده بالنسبه للحيوانات، يا اما مش مسموح ده، يا اما مش مسموح ده. الشق الاولاني. الشق الثاني لو مسموح لازم يبقى في توعيه للي بيحقن ان انت ما بتذبحش غير بعد 7 بعد 15 يوم او بعد 15 يوم. ما هما شقين مهمين جدا لازم. لو ما فيش مش مسموح، ازاي هتوصل المعلومه للي بيربي الماشيه وتقول له خد بالك ان الركتوبامين ده ما ينفعش تديه بهذا الشكل اللي انت بتعمله؟ اذا لابد ان تبقى التوعيه موجوده في حاله السماح وعدم السماح. خصوصا في بلد يعني احنا لازم نوصل المعلومه للناس. انا رايي ان لو في السبل لتوصيل المعلومه من وجهه نظرك، السبل لتوصيل المعلومه ان احنا هنشوف اذا كان في حاجه يعني شعبه خاصه بمربي المواشي ان احنا نلتقي بيهم ونوصل المعلومه دي، لان المعلومه دي معلومه خطيره جدا، ما هياش للاعب الرياضي فقط ولكن حتى للانسان العادي. طبعا لازم كلنا نبقى ايد واحده في الوقت ده. انا لما قابلت رئيس مصلحه الطب البيطري في مارس 2015 قلت له خد بالك احنا عندنا حاله دلوقتي موجوده ايجابيه اللي هي اللاعبه رضوى، فانا اخشى ان يبقى في حاله ثانيه وحاله ثالثه. طبعا هو يعني ما كانش في رد فعل منه الحقيقه، واللي وصلنا النهارده بدل ما يبقى حاله ثانيه وحاله ثالثه بقينا 6 حالات. فالست حالات ده كتيره قوي بالنسبه للركتوبة. بس حضرتك قلت لي ان بعد ما اللاعب مثلا او اللاعبه بتاكل بساعه ونص ما بيختفي. لا بعد يوم ونص. بعد يوم ونص أي. بيختفي يختفي الهرمون منه. يعني ممكن بعد يوم ونص يتعمل لهم تحليل يطلع سلبيه. لكن هو على الحظ، انا ما اعرفش ان اللاعب جاي من بره واكل سندوتش كبد او واكل سندوتش كلاوي. فلما بتعمل له تحليل، وبعدين خد بالك برضو ان الفاست فودز خطيره جدا اللي هي الشاورما والبرجر والكلام ده كله احنا ما بنفضلوش، وبننبه على الرياضيين بصفه مستمره. خد بالك ان احنا ما بنتعاملش مع موضوع الرياضه في مصر باحترافيه. يعني اللاعب النهارده يعني ايه يتعامل مع الرياضه باحتراف؟ يعني عارف ياكل ايه وينام امتى ويتحرك ازاي ويحافظ على نفسه ازاي لما يكون رايح تمرين، ايه الاكله اللي المفروض انه ياكلها. وهنا بقى المطلوب من الاتحادات انها تبقى فيها ناس متخصصه في مجال النيوتريشن او التغذيه، ويكون الراجل اللي هو مسؤول عن النيوتريشن او التغذيه على علم تام بعالم المنشطات. لان ما ينفعش النهارده ان انا ابقى متخصص في مجال النيوتريشن او التغذيه وفي نفس الوقت انا ما عنديش فكره عن المنشطات، او مادي مكمل غذائي في ماده محظوره صرف موجوده على العلبه من بره، وبعد ما يقع اللاعب اقول لا اصلا ما كنتش اعرف ان دي فيها منشطات. لا لازم عندك فكره. ومن هنا احنا ابتدينا دلوقتي، بعتنا للجنه الاولمبيه المصريه وبعتنا وزاره الشباب والرياضه ان هنعمل دورات تدريبيه للعاملين في المجالات الفنيه والاداريه والطبيه اجباريا، ولن يسمح لاي انسان من الاجهزه الفنيه او الاداريه او الطبيه بالتعامل مع الرياضي او النزول للملعب في اي لعبه من 57 اتحاد الموجوده في مصر الا بعد حصوله على شهاده من المنظمه المصريه انه مر بتجربه التدريب في مجال مكافحه المنشطات. طيب الركتوبامين ده بيفضل مؤثر في جسم الانسان حتى بعد اليوم ونص ما يعدوا؟ لا، لكن هيبدا يشتغل على النهارده اللي بيحصل حضرتك. حضرتك قلت لي بيبقى في تضخم او القلب ممكن يزيد حجمه شويه. احنا على طول بناكل اللحوم والكبده، وانت عارف النهارده في اماكن بتبيع فيها السندوتشات ب 2 جنيه ونص وب 2 جنيه فيها رغيف عيش بس بجنيه، يبقى هو حاطط له ايه جواها؟ احنا على فكره برضو عشان يبقى عند حضرتك فكره وعند الساده المشاهدين، احنا ابتدينا نشتري كبده ونشتري لحم وبنبعتها الى معمل متبقيات الاغذيه في وزاره الزراعه وبنعمل عليها تحليل، وللاسف لقينا 4 حالات طلعت ايجابي. ونسبه الهرمون الركتوبامين فيها عاليه. ودي اللي يمكن اللي نقدر نقول انها نجدت اللاعب محمد عبد المحسن، لان احنا خدنا النتائج دي وبعتناها للوكاله الدوليه بره وقلنا لهم انها موجوده. اصل الوكاله الدوليه مش عايزه غير حاجه واحده بس، هل انت مسموح عندك ان انت تدي ركتوبامين او متوفر عندك الركتوبامين في البلد ولا مش متوفر؟ متوفر خلاص هتشيل عقوبه. يعني حصل من كام سنه ان كان في بطوله تحت 17 سنه في المكسيك كره قدم، وتم تحليل لبعض اللاعبين لقوا ان اللاعبين دول واخدين ماده اسمها كلين بترول اللي هي نفس التركيب ونفس الشكل بتاع الركتوبامين. قبل ما يوقفوا الولاد دولت الطبيب الفريق والاداريين الفريق طلبوا من الوكاله الدوليه انها تحلل لكل الفريق، لقوا ان كل الفريق واخد كلين بترول، حللوا لجميع الفرق اللي موجوده كلها كلين بترول،
فعرفوا ان ماده كلين بترول دي متوفره بشكل غير عادي في المكسيك، فتم رفع العقوبه عن جميع الفرق الرياضيه كانت موجوده. بس الفرق بين كلين بترول وبين الراكتوبامين اللي كلين بترول بيتعطى عن طريق الحقن ممكن او عن طريق دراجز، لكن الراكتوبامين ما ينفعش، لازم يتعطى عن طريق يتنقل عن طريق وسيط اللي هو الحيوان. امتى تم ادراك الراكتوبامين ضمن المنشطات المحظوره؟ من 2015. وعلى فكره هو مش موجود في قائمه المحظورات، ولكن انا عندي قائمه المحظورات دائما وابدا تقول لك وما شابه، وبما ان هو بيتشابه مع الكلين بترول فبيتعامل على انه ماده محظوره، والمعمل موجود عنده التركيبه بتاعته وبينزلها لي وبعتها لي انها عينه دي ايجابيه لماده الراكتوبامين. قبل ما اخد قرار في لاعب ان هو يتوقف، هل بيتم وضع في الاعتبار ان هو ما كانش يعرف ان اللي كاله ده فيه راكتوبامين؟ لا، هو مش هيتوضع في الاعتبار ان هو عارف، لا، في حاجه اسمها التعمد. كلمة التعمد دي تفرق كتير قوي، يعني لاعب النهارده لما يبقى متعمد ان هو ياكل لحمه فيها راكتوبامين هنا تفرق عن لاعب اكل لحمه ما فيها راكتوبامين ولكن غير متعمد. بتفرق في بانها بتخفض له العقوبه ولكن العقوبه ما بتشالش. زي ما انا قلت لحضرتك من شويه ان مبدا الصرامه لازم يطبق على اللاعب، هياخد عقوبه هياخد عقوبه ولكن هتفرق في مده الايقاف بتاعت اللاعب. صواب. في الحقيقه موضوع خطير جدا، يعني لازم يبقى في حمله توعيه على مستوى الجمهوريه بشكل عام، مش بس بالنسبه للرياضيين والكلام من ده، لازم يبقى في دور كبير ويبقى في يعني شغل على الجزئيه دي بالتحديد، ان لازم الناس كلها تبقى عارفه، وحتى اللي بيذبحوا بالتحديد ان هم يبقوا عارفين امتى يحقنوا وامتى ما يحقنوش وامتى يذبحوا وامتى. كلام مهم جدا بصراحه. الكلام ده شغال من 2015 حتى اللحظه اللي احنا فيها دي، بس الحقيقه ان في بقى هتلاقي في نوع من التضارب، يعني حتى تدخل فيها السيد رئيس وزراء السابق دكتور شريف اسماعيل، وكان مره سال، بعت لنا وسال، قال هل الماده دي ممكن انها تتعطى عن طريق الحقن او عن طريق الادويه؟ قلنا لا، دي لازم تتعطى عن طريق حيوان. فالحكايه بقى كان في شعبه مستوردي اللحوم، وكان برامج تلفزيونيه كتيره جدا اتكلمت في هذا الموضوع، لكن ما خدتش يعني عايزين نقولوا ايه، السريان او الاستمراريه في المكافحه بالشكل ده. يعني هو لابد ان احنا كلنا كاعلام وكمنظمه مصريه مكافحه المشتات وكهيئه بيطريه في مصر او كليه طب بيطري، ان احنا لازم نفضل مستمرين في هذا الدفع الذاتي اللي احنا كسبناه النهارده من المؤتمر الصحفي، بان احنا لابد ان احنا نوصل المعلومه لمربي الماشيه. لازم يبقى عارف ان انت بالظبط دي مهمه اذا كنت عايز تدي بقى. ما هو احنا مش هقدر اقول له، لان هو هيقول مش هدي وهيدي، لان هو يهمه النهارده يكبر حجم الحيوان. فبما انك انت مصر على انك تدي، من فضلك ما تذبحش قبل مرور 15 يوم، زودها شويه خليها شهر، لكن ما ينفعش النهارده ادي الحيوان النهارده الهرمون وبعدها بيوم ولا اتنين اذبحه. لا الحيوان استفاد ولا خدت انت من وراه حاجه. الماده دي دخلت مصر امتى؟ الماده دي من اول 2015. من اول 2015 موجوده في مصر. طب بالنسبه للمكملات الغذائيه، هل المكملات الغذائيه ممكن يكون فيها بعض المواد المحظوره اللي ممكن تبقى منشطات بالنسبه للرياضيين؟ لان في بعض الرياضيين بياخدوا المكملات الغذائيه. كلام حضرتك صح، وعشان كده احنا بنقول بلاش المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه بتحتوي على هرمون التستوستيرون الذكري، والهرمون ده اساس لاكثر الحالات اللي تم ايقافها في مصر. اللي بيحصل النهارده ان العبوه بتاعه المكمل الغذائي مش مكتوبه على الليبل او الغلاف بتاعها من بره انها تحتوي على ماده هرمون التستوستيرون. بيحصل ان اللاعب النهارده بياخد المكمل الغذائي ويبدا يتعامل معاه، نيجي احنا نحلله تطلع العينه ايجابي. اللاعب يجي يحلف ان هو ما خدش هرمون التستوستيرون ولكن العينه ملوثه. بالظبط كده. النهارده لو احنا رجعنا للمصانع هيقول لك اصل انا جايبها من مصنع كبير قوي بره. ما انا عارف ان المصنع كبير قوي بره لو اعتمد على الامينو وعلى الكرياتين وعلى الواي بروتين مش هيجيب نتيجه مع الرياضي. الحاجه الوحيده اللي هتكبر عضلات الرياضي اللي هو النتيجه المرجوه اللي هو عايزها الرياضي لازم يبقى فيه هرمون التستوستيرون. وعشان يبقى الترن اوفر سريع والمكسب بتاع المصنع عالي لابد ان يبقى فيه هرمون التستوستيرون. عشان كده نصيحتنا لكل الرياضيين من فضلك ابعد عن المكملات الغذائيه. الرياضيين بالتحديد ولا الناس بشكل عام؟ ما هو احنا بقى لو دخلنا على الناس بشكل عام، المكملات الغذائيه وفي وجود هرمون التستوستيرون هتؤدي الى عقم. ليه؟ لان انا النهارده لما ادي هرمون التستوستيرون خارج المنشا للانسان هيبطل عمل الخصيتين، هيحصل لهم ضمور، وبالتالي هنخش في مرحله العقم. وكان السيد وزير الصحه الاسبق في سنه 2013 اعلن ان نسبه العقم بين الشباب المصري هي 30%. وانا متخيل ان النسبه دي فيها نوع من التجمل شويه، يعني هي ممكن تكون اكتر من كده. النهارده الولاد لما بتاخد هرمون التستوستيرون بيحصل لها عقم، البنات لما بتاخد هرمون التستوستيرون عن طريق مكملات او عن طريق انها تكون متعمده انها تاخد الهرمون عشان تقوي عضلاتها هيحصل لها هي كمان عقم. لازم نعرف النهارده ان في حالات فشل في الزيجات بين الشباب في مصر وخصوصا خلال الشهر الاول من الزواج
نسبته عالية جدا 55 ألف زيجة تبقى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيهم 11 ألف حالة طلاق يعني حوالي 22% ولا يمكن يكون الشهر الأولاني في الجواز نتيجة خلافات مالية ولا خلافات تمام. عقائدية يا حضرتك ما تنصحش أصلا بالمكملات الإطلاق لأي حد وعلى فكرة وزارة الشباب والرياضة كان الدكتور أشرف صبحي من حوالي شهر كده تقريبا قرر تشكيل لجنة لمناقشة تواجد المكملات الغذائية في مصر وعلى أساس بها هيتم في النهاية رفع توصيات لمجلس الوزراء السيد رئيس مجلس الوزراء عن إيه هي المكملات الغذائية وإيه هي أضرارها وإيه الطبيعة بتاعتها وهل إحنا هنستمر في مجايبها من برة ولا لا وخصوصا أنها كلها بتخش من برة مهربة أو بصحبة الراكب طيب النهاردة كان في مؤتمر للمنظمة صح؟ تمام وكان هل تتم التطرق لأي أشياء أخرى بخلاف الاكتوبامين؟ لا هي كان أساسا كان معمول ده أول مؤتمر يتعمل للمنظمة منذ صدور قرار إنشائها في 1/7/2015 وكان المقصود به إعلان الحالة بتاعة اللاعب محمد عبد المحسن إن هو تم الاكتفاء بمدة الثمان شهور اللي تم إيقافه فيهم وإن احنا ندي بسيط ندي أمل للرياضيين اللي هم بعدين اللي هم الأربعة التانيين إن إن شاء الله هنرفع الإيقافات اللي جاية لهم وحنكتفي بالمدة اللي فاتت بس هنشوف التكييف القانوني لها وحنصدر القرارات خلال الأسبوع الجاي بإذن الله لاعبي كمال الأجسام بالتحديد بمسمح لهم إن هم ياخدوا بعض من النشاطات غير مسموح بالمره لاي لاعب على مستوى العالم انه ياخد اي نوع من النشاطات حضرتك سالني طيب بس هل جمال الاجسام بيبقى عندهم حجم العضلات كبيره فاكيد مش هتيجي كده من غير النشاطات هو بياخد نشاطات السنه اللي قبل اللي فاتت خدنا 22 حاله كمال اجسام طلع فيهم 18 عينه ايجابي تمام واللاعب في كمال الاجسام لا يكتفي بهرمون على الاقل 10 انواع من الهرمونات لان هو طبعا هو بيسمع النصيحه من مدربه وبيسمع النصيحه من زميله فهو بيسمع ايه بيسمع ان انت عشان تكبر العضلات وتدي الشكل ده وتبدا تدي الشكل المغزلي بتاع العضله لازم تاخد هرمون التستوستيرون ولازم تاخد معاه هرمون الجروث هرمون او هرمون النمو لان هرمون النمو ده بيشيل الدهون من العضله وبيزود نسبه البروتين جوه العضله فبيدي الشكل المغزلي بتفرج عليه طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط تماما انت على يعني النهارده انت فرحان بنفسك لكن انت مش عارف على المدى اللي جاي ايه اللي هيحصل التستوستيرون هرمون والجروث هرمون دي بقى مشكلتهم انها بتؤدي الى سرطانات لان انا بلعب في هرمونات الجسم اغلب الرياضيين اللي ماتوا بالسرطان لو احنا كنا تابعناهم في الفتره اللي قبل الوفاه بتاعتهم كنا عرفنا ان هم بياخدوا منشطات وحالات الوفيات كتيره بين الرياضيين بتبقى نتيجه تعاطي منشطات ويمكن اللعبه اللي هي الامريكيه اللي هي بتاعه ال WWE هتلاقي نسبه الوفيات المصارعه هتلاقي نسبه الوفيات فيها عاليه قوي نسبة الانتحار فيها عالية لأن المنشطات بتأثر على الناحية النفسية للرياضي فهي جزئية مهمة جدا لكن بالتحديد يعني لو رياضي عايز ان هو يخلي جسمه كويس من غير المنشطات ومن غير المكملات الغذائية نصايح حضرتك ليه اولا النهاردة كرياضي هتقول لي عايز بديل للمنشط البدائل كثيرة جدا زي. وطبيعية نبدأ مثلا بغذاء اولا بعسل النحل غذاء ملكات النحل حبوب اللقاح حبة البركة جنين القمح الترفاس اللي هي الكمعه المصريه في عندنا كمان حبه البركه دي هايله جدا انا عايز نفسي اعرفه ليه الرياضيين المصريين ما بيلجاوش الى ياخدوا الجنين القمح جنين القمح ده اولا مكلف جدا وغالي وفي نفس الوقت بيقوم مقام المكملات الغذائيه اللي هم بياخدوها للاسف هو الاتيتيود والفكر بتاع المدرب ان لازم اللاعب ياخد منشطات وبالتالي هو ما بيلجاش الى منشطات طبيعيه عندنا حاجات كتيره جدا عندنا النظام الغذائي اللي هي الست انواع للغذاء او ست مكونات للغذاء اللي هي الكربوهيدرات والبروتينز والفاتس والمعادن ومعندنا الميه واخد بالك والفيتامينز طبعا طبعا النهارده ما ينفعش النهارده يبقى لاعب بيلعب ما بياخدش ميه 70% من وزن الجسم ميه الحاجه الاهم من كل هذا الكلام تبص تلاقي واحد بيخاسس عشان يخاسس ويقول له خد ايه خد لازكس بالظبط اللازكس ده ماده من المواد المحظوره عندنا وممنوعه في عالم المنشطات ليه بتؤدي الى غش وزيف وخداع لاعب النهارده وزنه 90 كيلو عايز يلعب في 80 كيلو ياخد لازكس نزلت ال 10 كيلو ميه وبعد ما وزن شرب الميه بقى راجع تاني الى وزن 90 كيلو فبقى 91 بيلعب مع 80 الحاجة الأخطر إن اللازكس ده بياخدوه أساسا عشان يخفوا بيه المواد المحظورة اللي هو واخد واخد هرمون تستوستيرون ياخد معاه لازكس ما بنشوفش الهرمون ولكن بنشوف اللازكس هو فاكر طبعا إحنا لما هنلاقي اللازكس ومش هنلاقي الهرمون هنديله إيه يعني خلاص الموضوع كان لم يكن لا بالعكس لو لقينا اللازكس إحنا بنديله أربع سنين اللي هي نفس عقوبة
تواجد الهرمون عنده في العينه بتاعته. طيب طرق دعم منظمه او المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات من قبل وزاره الشباب والرياضه، التنسيق والدعم بيبقى ماشي ازاي؟ الحقيقه هي وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي مشكورين الحقيقه، ما بيتاخرش عننا، وهي الجهه الوحيده اللي بتدعم المنظمه. المنظمه عندنا في مصر ما لهاش اي دخل اخر الا وزاره الشباب، ووزاره الشباب بحكم انها موقعه الاتفاقيه الدوليه لمكافحه المنشطات اللي هي صدر بيها قرار من مجلس الشعب في 2007 وطلع بيها قرار جمهوري رقم 12 لسنه 2007 من رئيس الجمهوريه، دي الجهه الوحيده اللي بتدعمنا. لكن مش هينفع ان احنا طول عمرنا هنبقى عاملين زي البيبي اللي على كتف الاب والام. طب وسائل الدعم الاخرى اللي احنا محتاجينه يبقى فيه رعايه. شركات كتيره جدا عندها النهارده الخدمات المجتمعيه ولابد انها تصرف في انشطه مجتمعيه. انا اعتقد ان هي الشركات دي والهيئات دي ممكن انها تساعد معانا كخدمه مجتمعيه بالنسبه للمنشطات، لان احنا ما بنشتغلش على المنشطات بس، احنا بنشتغل على المنشطات وعلى المخدرات. كل انواع المخدرات مدرجه عندنا في قائمه المحظورات ما عدا ترامادول. فمعنى كده ان انت النهارده انت بتتعامل معايا ترامادول مش مخدر؟ لا مش مش محظور، مش محظور، لكن محطوط في قائمه تحت الرصد بقاله 5 سنين، دي السنه الخامسه. الترامادول النهارده قيل ان هو يعني بيتعمل له دلوقتي ابحاث تبع الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات وبيدوروا، لو ظهر ان هذا الترامادول بيؤدي الى زياده في الاداء البدني للرياضي هيتم دخوله في قائمه المحظورات من 1/1/2020. احنا الحقيقه بنضغط بقوه جدا على الوكاله الدوليه احنا في السودان، لان اكثر بلدين فيهم ماده ترامادول هي مصر والسودان. لكن انا شخصيا ما اقدرش اعمل اي حاجه هنا للرياضي، لان ما اقدرش اعرف في التحليل اذا كان هو عنده ترامادول ولا لا، لان المعمل ما بيبعتليش نتيجه ترامادول انها ايجابي، ولكن هو بيعد عنده في المعمل لغايه ما هيصل الى خط احمر هيبلغ بيه الوكاله الدوليه. الترامادول ده بين كيلر بيستخدم في حالات السرطان عشان يقلل الالم. المعمل السولت ليك في امريكا عمل السنه اللي قبل اللي فاتت 20,000 حاله 20,000 حاله عينات ظهر فيهم 8 حالات ترامادول. فمعنى كده ان احنا اللي بنسيء استخدام ماده الترامادول هنا في مصر. طيب خلينا نروح نشوف تقرير في المؤتمر النهارده لمكافحه المنشطات، كان مؤتمر مهم جدا، نشوف التقرير ده ونرجع. الهدف من المؤتمر الصحفي النهاردة ان احنا نعلن عن اخر مستجدات بالنسبة للموضوع بتاع ركتوبامين، مادة ركتوبامين اللي هي طلعت مادة وجدناها في عينات 6 لاعبين مصريين، وكان للأسف اول عينة كانت للاعبة رضوى عرفة عبد السلام، واحنا حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نتخطى او ان احنا ما تاخدش عقوبة كبيرة، لان احنا كنا مقتنعين انها بتاخدها عن طريق اكل لحوم فيها مادة ركتوبامين، وعشان كده يمكن بعد ما أخذت العقوبة اللي هي 2 سنين لجنة الاستئناف ادت لها 6 شهور، ولكن المحكمة الرياضية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رفعت علينا قضية احنا واللاعبة، ورفعت الحكم إلى 4 سنين، وكانت دي يمكن بالرغم ان احنا رحنا هناك في المحكمة الرياضية الدولية ويمكن اللاعبة كانت حاضرة عن طريق الفيديو كونفرنس وشافت قد ايه احنا بنحاول نساعدها، وان احنا بنقنع الوكالة الدولية انها اخد المادة دي عن غير عمد، وانها اخد المادة دي لازم تكون موجودة عن طريق اكل لحوم كونتامينيتد او ملوثة بالمادة بتاعت الركتوبامين، ولكن المحكمة الرياضية الدولية شافت ان ما في دي الحالة الوحيدة في مصر، وان ما فيش اي حالة تانية ظهرت في مصر، فهي مش ظاهرة، ما تعتبرش ظاهرة، وعلشان كده كهرمون بياخد لازم 4 سنين. المحكمة الرياضية الدولية ما اقتنعتش غير بانها تدي ال4 سنين دي، برغم ان احنا اكدنا ان ما فيش اي دواء ممكن اللاعبة تكون اخدته او اي مكمل غذائي تكون اخدته، وانها بس أخذها عن طريق أكل اللي هو اللحوم يعني. فإحنا بعد كده ظهرت حالات تانية زي محمد عبد المحسن اللي احنا بصدد المؤتمر بتاعه السنة دلوقتي علشان نعلن ان لما الوكالة الدولية رفعت قضية برضو بعد ما ادينا لجنة الاستئناف دي 8 شهور، حاولنا نقنعها ان دي مش الحالة الوحيدة،
كانت ظهرت عندنا أكتر من حالة طبعا بعد كده وصلوا لغاية 6 حالات. يعني المحكمة الرياضية الدولية طلبت مننا نعمل تحريات، فبدأنا نجمع عينات من في القاهرة هنا من أماكن متعددة ونبعتها للمعمل بتاع المتبقيات ونعمل تحليل ليها، وفعلا ظهرت 4 حالات إيجابي. وعملنا بحث علمي، الوكالة الدولية برضو طلبت مننا على أساس نسبة المادة دي كانت بتبقى قد إيه في جسم اللاعب، والأبحاث العلمية إيه وبتقعد في الجسم قد إيه. فكل الكلام ده الحمد لله الوكالة الدولية اقتنعت إنها تسحب القضية اللي كانت رفعها عليها. هي المفترض إن اللاعب بياخدها ليه، هو اللاعب ما بياخدها، يعني المزارع بيحقن بيها البقر أو الجاموس ليه علشان يزود، هي بتعمل بتزود حجم أو سنسز أو اللي هي بتاعت اللي هي تكوين العضلات، فبيزودها علشان ياخد دايما حجم العضلة أو البهيمة أو البقرة أو البتاع، فتوزن معاه فيبيع أكتر. لكن اللاعب لما بياخدها بغصب عنه بتطلع العينة بتاعته إيجابي، فهي متاخدة بغرض أن يزودوا حجم العضلات أو اللحم. دور اللجنة الإعلامية مقتصر على تعريف الناس بأهمية دور المنظمة، يعني الناس ده سواء الرياضيين، المدربين، الاتحادات، الإعلاميين، القنوات، كل الإعلاميين لازم يكونوا عارفين إيه اللي بيحصل. طبعا ده كان نتيجة انتشار معلومات غلط كتير عن المنظمة وعن دورها، عن العقوبات، عن حاجات كتير بتحصل في المنظمة. كان لازم يكون في لجنة إعلامية بتعرف الناس إيه اللي بيحصل بمصداقية وبشفافية. فطبعا بنهتم ان احنا نبعت اخبار على طول، صور، نكون متواجدين في كل البطولات، ندوات. دورنا دايما يعني توعوي او تثقيفي اكتر. يعني دكتور أسامة، ممكن يكون في بعض العقوبات تكون ظالمة شوية أو قاسية شوية على اللاعبين، وخصوصا أنهم ممكن ما يكونش يعرفوا زي ما قلت لحضرتك أنهم بياخدوا أو أنهم خدوا منشطات أو كلوا في مثلا اللحمة اللي كلوها دي إن هي فيها هرمون الريكتوبامين، كلها يعني بيبقوا مظلومين فيها. هل العقوبات بعض الأحيان بتبقى ظالمة بالنسبة لهم؟ هي العقوبات بتبقى ظالمة بس في حالات الريكتوبامين، لكن بالنسبة للمنشطات الأخرى أنا بعتبرها ظالمة. لا طبعا مش منطقي. وانا كنت في سيشل من حوالي شهرين وقابلت مدير الشؤون القانونيه في الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، وهم كانوا بيتكلموا على ان احنا طبعا هو الكود الدولي بيتم تعديله كل فتره، فالفتره اللي احنا جايه على طول دي هيتم تعديل الكود ويبدا العمل بالكود الجديد في 1/1/2021. فكانوا بيتكلموا على ماده الكلين بترول. ماده الكلين بترول زي ما اتفقنا قبل كده انها مشابهه لماده الراكتوبامين، فهم بيقولوا عايزين يعملوا لها سقف او يعملوا لها حد على اساس ان في بعض الدول بتدي ماده الكلين بترول للحيوانات، بس ده مش عدل لان الكلين بترول ممكن يتعاطى كدرج او كعلاج او كماده علاجيه للاعب. انما انا رفعت ايدي الحقيقه يومها واتكلمت مع مدير الشؤون القانونيه وقلت له طب ده ماده الراكتوبامين انتم مش عايزين تتكلموا فيها خالص، ماده الراكتوبامين هي الدوله الوحيده اللي بتعاني من هذا الموضوع هي مصر. فاحنا لازم ننظر بعين الاعتبار لهذا الكلام. يعني مثلا في اليمن عندنا ماده القاط دي حاجه قوميه في كل الشعب، كله بياخد قاط، فدي يعني ماده القاط دي بتتحط تحت جنب الميوكوزا او الاشياء المخاطي للفم. فكل الشعب كله بيتعامل مع ماده القاط دي كما لو كانت زي البونبوني كده. فدي عامله مشكله بالنسبه للوكاله الدوليه، فراحت عامله لها عتبه او عملت لها ثير شولد يعني سقف. فاحنا قلنا نعمل للكلين بترول سقف، وخصوصا ان الست حالات اللي عندنا اللي ظهر فيها ماده الراكتوبامين كانت نسبه الهرمون كانت قليله للغايه، ولكن احنا لما جبنا الكبده وجبنا اللحوم من السوق وحللناها في معمل المتبقيات لقينا ان نسبه الهرمون فيه عاليه قوي. فاذا معنى كده ان اللاعب هنقوله ايه خد البقايا النهائيه خالص، تريسز اللي كانت موجوده. فهي دي اللي بتحسسني ان فعلا اللاعب ممكن يبقى مظلوم فيها، والاربع سنين بالنسبه للايقاف فيها كتير قوي جدا. ولكن هو كان القاضي كان يعني الظاهر ما كانش يعني رحيم شويه برضوى، وبالتالي هو عرف عليها العقوبه من الست شهور لاربع سنين. ولما بتبقى كمان المحكمه قاضي واحد غير لما بتبقى ثلاثه. هو كان يوم رضوى كان قاضي واحد وما كانوش ثلاثه، الثلاثه برضو بتدي الى حد ما فرصه يبقى فيها نوع من التشاور بين هيئه القضاه اللي موجودين. فهنا كان الصعوبه ان هو كان قاضي واحد، والظاهر هو كان مقتنع بفكر ان الماده دي تم اخذها بشكل او باخر. وبعدين انت عارف حضرتك ان القضاه بيبقوا بعاد شويه عن موضوع، على فكره انا بتكلم على قضاه المحكمه الرياضيه الدوليه. فهم.
فهو كان بعيد شويه يمكن عن الناحيه الفنيه، واعتقد ان هو ما استعانش بحد في الناحيه الفنيه يمكن يساله. الحد الادنى والاقصى للايقاف بيبقى قد ايه يا دكتور؟ الحد هل في يعني امور بتتترتب على المده الخاصه بالايقاف ولا طبعا طبعا حسب الماده. طيب الماده اللي واخدها اللاعب احنا ممكن نبدا من اول التحذير. لا قصدي يعني ممكن حد يكون واخد الريكتوبامين ويتوقف مثلا 6 شهور وحد تاني يتوقف 6 شهور. لا انت حضرتك بتتكلم على الريكتوبامين ولا على المنشطات بصفه عامه؟ يعني خلينا نتكلم على الريكتوبامين على الريكتوبامين. هنا هيختلف الامر بعد الحكم بتاع محمد يعني النهارده. كون ان الوكاله الدوليه تسحب الاستئناف بتاعها ضد اللاعب ضد الثمان شهور اللي اعطيناها له وتطلب الاربع سنين وبعدين تبدا تسحب القضيه بتاعتها من المحكمه، يبقى ده معناها اقتناع بوجهه نظرنا احنا. ان معناها ان فعلا الناس دي قالت ان في ركتوبامين موجود في اللحوم المصريه او في الكبده المصريه، وبالتالي اصبح اللاعب النهارده مظلوم ان انا اديله الاربع سنين. فعشان كده انا بعتبر ان الثمان شهور دي كانت بالنسبه لمحمد معقوله. ولكن حضرتك هتقولي طب اقل حاجه ايه واكتر حاجه ايه؟ بالزبط. لا احنا مش عايزين اقل حاجه ومش عايزين اكتر حاجه، يعني اقل حاجه انا بتهيالي في حالات الريكتوبامين ممكن تبقى التحذير. ولكن هي هنا الوكاله الدوليه مش هتسيبنا في حالنا لو قلنا تحذير. فاحنا هندي اقل القليل بالنسبه للعقوبات. اما بالنسبه للحد الاقصى طبعا هو بما ان هو هرمون فبيتعامل على انه اربع سنوات، وانا بعتبر الاربع سنوات دي فيها نوع من الظلم والاجحاف للاعب. طبعا. طب هل المنظمه نفسها تتعرض لاتهامات لما بيكتشفوا حالات ايجابيه مثلا؟ لا، هي المنظمه ما تتعرضش للاتهامات، ولكن المنظمه لازم تبقى ماشيه طبقا للكود. لو خرجت عن الكود ممكن المنظمه يتم ايقافها، وتعتبر في الحاله دي المنظمه غير ملتزمه بالكود الدولي، وعدم التزام المنظمه بالكود الدولي او ايقافها يؤدي الى ايقاف الرياضه في الدوله. تمام. زي ما حصل دلوقتي حاليا بالزبط. في نيجيريا اللي حصل ان تم توجيه اتهام للدوله انها غير ملتزمه بالكود. رئيس الجمهورية طلب وزير الرياضة في نيجيريا، وفي خلال 21 يوم اللي هي المدة اللي أعطتها الوادة إنذار للدولة، كان لابد من إنشاء نادو قوي داخل دولة نيجيريا، وبسرعة نشوف إيه اللي إحنا خرجنا بيه عن الكود الدولي علشان نبدأ نصحح المسار. الحقيقة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتمشي بشكل صارم للغاية، وقراراتها ما فيش فيها انحراف يمين أو شمال، لدرجة أنها أوقفت معمل لشبونة في البرتغال، وفي بعد كده شطبته. فطبعا وقبل كده شطبت طبعا معمل روسيا، وإحنا عارفين المشكلة بتاعت روسيا، ومعامل كتيرة جدا اتشطبت. فمعنى كده أن الوكالة الدولية لا ما عندهاش أي نوع من الهزار الحقيقة، وجادة للغاية في كل القرارات اللي بتصدر. طيب اكيد كان في دورات تدريبيه وتوعيه بالنسبه للاعبين لمكافحه المنشطات عشان ياخدوا بالهم ان ما يعني يتناولوش المنشطات بطريقه او باخرى. هل التدريبات دي او الدورات دي اتت بثمارها؟ الحقيقه يعني احنا بنلتقي باتحادات كثيره جدا. على سبيل المثال النهارده انا لقيت السيد رئيس الاتحاد المصري للرمايه بيكلمني وقال لي ممكن ان انتوا تقعدوا مع الرماه يوم الاحد اللي جاي، لان هم محتاجين ان عندهم بطوله عالم ومسافرين ومحتاجين حد يتكلم معاهم. احنا قعدنا معاهم السنه اللي فاتت ولكن محتاجين مره ثانيه، لان انت عارف برضو موضوع المنشطات ما هوش موضوع سهل. لا طبعا. وعايز مره واثنين وثلاثه، عايز تكرارات كتيره جدا. فاحنا اتفقنا معاه ان احنا هنلتقي معاه يوم الاحد اللي جاي. طب بقيه الاتحادات قعدنا تقريبا مع اغلب الاتحادات المصريه. قعدنا مع كليات التربيه الرياضيه، قعدنا مع بعض المدارس، لان احنا العمل عندنا في المنظمه المصريه بيمشي بشقين. الشق الاول هو الشق التعليمي والتوعوي والتثقيفي، الشق الاخر هو سحب العينات. تمام. سحب العينات وما يترتب عليه بقى من اداره نتائج، من عقوبات، من ايقافات والى اخره. لكن ما ينفعش النهارده ان انا افضل ادي تعليم وتثقيف وتوعيه بدون ما اسحب عينات وبدون ما ادي عقوبات، لانها هتبقى عامله زي عمليه الايه؟ العصايه والجزره. انت بتوعي ماشي مفيش مشكله، بس انا هاخد منشطات. لا، انت هتاخد منشطات وحسب عينات وتطلع عين ايجابيه، فاللاعب لما يتوقف تبدا ايه يظهر بقى ايه الوجه الاخر للرياضه. احنا خدنا السنه اللي فاتت 1002 عينه، ظهر فيهم 17 حاله ايجابيه. فطبعا 17 بالنسبه لل 1000 يعني حوالي 1.7%، فدي نسبه مقبوله عالميا وتمشي مع النسب العالميه بالنسبه لتعاطي المنشطات في كل دول العالم. فيبقى معنى كده ان احنا ماشيين بشكل صح. تمام. مطلوب مننا ان احنا بعد كده لازم نزود الحالات اللي احنا هنسحبها من 1000 الى 3000 عينه، وال 3000 عينه لازم يبقى فيهم 10% عينات دم. وحاليا برضو احنا بنطبق حاجه جديده في مصر ابتداء من 1/1/2018 اللي فات، حاجه اسمها جواز السفر البيولوجي. جواز السفر البيولوجي ده عباره عن ستاندر او معايير بتتحط لكل رياضي مصري بتعمل له بروفايل، وبيتفاحنا بناخد منه عينات بصفه مستمره وبنحطها داخل البرنامج ده.
مين اللي احنا بنلجأ لهم بقى عشان نبدأ نتشاور معهم؟ عندنا 5 خبراء، منهم واحد مصري، واحد من إيطاليا، واحد من جنوب أفريقيا، واحد من أثيوبيا. احنا بنبعت لهم النتائج وهم بيبدأوا يقولوا لنا ده هنا في شك ان ممكن يكون اللاعب ده بياخد منشطات او بياخد هرمونات ذكرية خارجية الماتش. هل اللاعبين في مصر خلاص يعني عرفوا خطورة الموضوع وخطورة الموقف، وخصوصا بعد واقعة إيهاب عبد الرحمن في الأمير؟ اكيد طبعا. اكيد. يعني على سبيل المثال اللاعب محمد سمير، اللاعب رفع أثقال، لما كان في امريكا السنه اللي فاتت واخد مركز اول على العالم وخد ميداليه ذهب، فكانوا بيتكلموا معاه، الحقيقه قال كلمتين كويسين قوي، قال المنظمه المصريه لكره النشاطات خانقاني باستمرار بتاخد مني عينات، فقالوا لي طب دي حاجه تضايق، قال بالعكس دي هي كده هي خايفه عليا وبتخليني دايما واخد بالي ان ما يحصلش اي نوع من الخطا او ان انا اتناول منشطات. لما احنا سمعنا الكلام ده احنا ساعدنا الحقيقه بيه، ولكن برضو احنا بناخد العينات طبقا لبرنامج، يعني هي العمليه مش هو ده اللي لازم ناخد منه يبقى هو ده، لا البرنامج بيتحط اول السنه، يعني احنا حاليا دلوقتي بيتم وضع، الدكتوره هناء اللي كانت موجوده قدامنا في التقرير بتحط الخطه بتاعت السنه كامله بتاعت 2019، مين الفرقه اللي هيتاخد منها، مين الالعاب اللي هيتاخد منها، كام عيل، كام لاعب في كل فرقه او في كل لعبه، وبيتحط البرنامج ده كله وبيتبعت للوكالة الدولية بتوافق عليه ونبدا احنا بعد كده ننفذه داخل مصر. ده بالتالي اكيد الاسره ليها دور كبير جدا، مدى اهميه دور الاسره بالنسبه من وجهه نظر حضرتك؟ والله انت جيت على نقطه حساسه جدا وخصوصا في لعبه السباحه. اشمعنى؟ لعبه السباحه بتؤدي الى حافز رياضي. والحافز الرياضي هو اللي بيسمح بدخول كليه الطب، وبالتالي كله عايز يخش يلعب سباحه عشان ياخد الحافز الرياضي يخش كليه الطب. للاسف لقينا ان الاسر هي اللي بتدي مواد منشطه ومواد محظوره الى الاولاد. قصه خطيره جدا للغايه. ولكن احنا بنتواجد دلوقتي تقريبا في كل بطولات السباحه وايدينا معاليهم، يعني الحقيقه برضو اتحاد السباحه مشكورا بيبعت لنا على طول البرامج بتاعته والجداول بتاعته ومسابقات، واحنا كمان مش مسابقاته بس، احنا بناخد كمان خارج نطاق المسابقه في المعسكرات. يعني احنا النهارده من حقنا ان احنا نروح النهارده المركز الاولمبي في المعادي، مين الفرق الموجوده، في عندنا العاب كذا وكذا وكذا وكذا، ناخد منهم عينات طبقا للبرنامج الموضوع، ما هوش العمليه عشوائيه او هي العمليه بهازرز. احنا من حقنا ان احنا نروح البيوت للاعب، بتروح للاعب في بيته تخبط عليه وتاخد منه عينه. في برنامجين، برنامج اللي هو الاوت اوف كومبيتيشن والاخر اللي هو وير اباوت. الاوت اوف كومبيتيشن لو انت ما لقيتش اللاعب مفيش مشكله. لكن الوير اباوت لما انت بتروح له في الساعه المحدده طبقا للبرنامج الموجود على البرنامج الادمز في الكمبيوتر، لو انت ما لقيتوش بتتحسب عليه مره. ومجرد ان انت بتحسب على اللاعب مره يبقى فاضل له مرتين خلال 12 شهر، بعدها يتم ايقافه، وده اللي كان حصل مع مصارع المصري كرم جابر. لما تم ايقافه كرم جابر عيناته كانت سليمه 100% وسلبيه، ولكن للاسف هو تم ايقافه لان ما تواجدش في المواعيد اللي هو حاططها 3 مرات خلال 12 شهر. طيب اخيرا عايز من حضرتك نصيحه توجهها للاعبين والرياضيين بشكل عام. خدوا بالكم من نفسكم، بلاش ان احنا نتعامل مع الادويه ومع اي يعني على سبيل المثال ادويه البرد كلها محظوره. لازم الرياضي يبقى عارف ادويه البرد كلها بالكامل محظوره، ادويه الكحه محظوره. كورتيزون اللي هو النهارده عامل زي اللي عايزين نقول البونبوني كده بالنسبه للكوره، اي حاجه نحقن كورتيزون الركبه، نحقن كورتيزون في العضله الضمه. انما بعد لما تم ايقاف اللاعب ده مش بتاع بتروجيت، بدات النهارده الكوره بالكامل بتلجا الينا في الاسئله بتاعتها. احنا على استعداد في اي وقت وعندنا خط ساخن 0900 71005، في اي وقت تواصلوا معنا واحنا على استعداد ان احنا نديكم النصيحه والمشوره الصح. دكتور اسامه غنيم طبعا نورتنا وشرفتنا واتكلمنا في قضيه مهمه جدا، يعني سعدت بلقاء حضرتك النهارده. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا الهام جدا جدا، كانت قضيه مهمه جدا طبعا من خلال حديثنا مع دكتور اسامه غنيم رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، واعتقد انه ملف وقضيه هامه للغايه، يعني اتمنى كل الرياضيين بشكل عام ياخدوا حذرهم من قصه المنشطات، لان وارد جدا او ممكن ان هم ياخدوا منشطات بطريقه ما تكونش هم عارفين ان وسائل ما تكونش هم عارفين ان فيها منشطات. ان شاء الله نتمنى الامور كلها تبقى جيده للرياضيين المصريين بشكل عام. كنا معاكم النهارده على مدار ساعتين ونصف بصحبة طبعا زميلي العزيز محمد الجندي في فقرات عديدة ومتنوعة من حلقة الأهلي للنهار. استنونا حلقة بكرة. صباح الألف خير.